I call the meeting to order. الرئيس أعلن افتتاح الجلسة. بإمكاننا أن نبدأ. Excellencies, distinguished delegates. أصحاب السعادة، أيها السادة أعضاء الوفود، سيداتي سادتي، طاب مساءكم. يسرني أن ألقاكم بعد ظهر اليوم. أقدم نفسي، أنا تميساني دلادلا، وأنا رئيس الأمانة، وأنا سوف أقوم بمهام أمين هذه الجلسة. في الرابع من أبريل نيسان 2022 قام رئيس المؤتمر الجالس إيليا جواري بالإعلان أن السلسلة التالية للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأطراف سوف ينعقد وجها لوجه مع إتاحة التسهيلات لمن ليس بوسع الحضور شخصيا، وقد سعينا لكي نحقق ذلك كما قمنا في الماضي. أود أن أتقدم ببعض التوجيهات حول كيفية سير الأعمال. بالنسبة لأعمال الترجمة الفورية، أؤكد لكم أننا لدينا ترجمة فورية بكافة لغات الأمم المتحدة، والسادة الحضور في القاعة بإمكانهم اختيار اللغة التي يودون الاستماع إليها وأن ينطقوا اللغة المفضلة. أما كل من ينضم إلينا عن بعد فهم يرون ذرا في أسفل الشاشة أمامهم لاختيار اللغة التي يودون الاستماع بها لحيثيات هذا الاجتماع. بالنسبة لقائمة المتحدثين، لا توجد قائمة مسبقة. عندما يحين الوقت للمناقشات وإن كنتم في القاعة، ما عليكم إلا رفع لافتاتكم إن شئتم تناول الكلمة. وكل من ينضم إلينا عن بعد فعليهم أن يشيروا إلى رغبتهم في تناول الكلمة عبر بوابة الشات أو عمود الشات. كل من يشارك عن بعد عند الانضمام نطلب منه أن يشيروا بوضوح بالنيابة عن من يتناولون الكلمة، لأن لهذا الأمر أهميته بالنسبة لمحاضر الجلسات. وكل من يشارك عن بعد فنطلب منهم أن ألا يضيئوا الميكروفون إلا عند إعطائهم الكلمة أو منحهم حق الكلام، ولا يجوز استخدام الشات للتحدث فيما بينكم، بل لطلب الكلمة من الأمانة أو لتوجيه سؤالا إلى الأمانة، أي أنه لا يجب إساءة استخدام الشات. بعد ظهر اليوم هناك دورتان، النصف الأول سوف يخصص للفريق الفرعي المعني بالمادتين السادسة والسابعة، وفي الساعة الأخيرة سوف نبحث فيها المادة التاسعة. ولبداية مداولاتنا لبعد ظهر اليوم، أدعو رئيس المؤتمر الأطراف الثامنة الرئيس كوبل من ألمانيا لافتتاح الاجتماع. الكلمة لكم يا سيدي. شكرا يا سيد دلالة، طاب مساءكم. أيها السادة، يسرني أن أرحب بكافة ممثلي الدول الأطراف والدول الموقعة والمجتمع المدني والقطاع الصناعي لهذا اليوم الأول للاجتماعات الشخصية لمعاهدة الأسلحة الصغيرة. لقد اتخذنا الترتيبات للمشاركة عن بعد لمن ليس حاضرا، ولكني أود أن أقول أنني شجعت للغاية إذ أرى عدد الممثلين الذين متواجدون معنا شخصيا والذين تمكنوا من التوجه إلى جنيف. وأحيي وأرحب أيضا لكل من يحضر هذا الاجتماع عن بعد أيضا. بالنسبة لسلسلة الاجتماعات المخطط لها هذا الأسبوع، فهي فرصة سانحة للمشاركة أو للمشاركين كي يتبادلوا الآراء
وتبادل الخبرات حول إجراءات الإطفاء الطابع العالمي سنعمل على الاستفادة من هذه الفترة المتاحة لنا للتفاعل فيما بيننا في القاعة وخارج القاعة. كما تذكرون المؤتمر السابع للدول الأطراف في العام الماضي قرر أن يتعين تنظيم عملية تحضيرية غير رسمية لمؤتمر الأطراف الثامن الذي سوف ينعقد من 22 إلى 26 من أغسطس آب من هذه السنة. وبعد اجتماعات فبراير التحضيرية كجزء من عملية غير رسمية المنظمة من جانب الأطراف سوف يسمح لكم بالاستفادة من استعدادات مؤتمر الأطراف القادم. أثناء هذا الأسبوع فإن أفرقة العمل الثلاثة الذي أنشأها المؤتمر الأطراف للدول سوف تستمر كل منها بأعمالها وتقدم لنا منصة لتبادل الآراء وذلك من أجل بلوغ مخرجات للدول تساعد على الإنفاذ الفعال للمعاهدة على المستوى الوطني. وحسب جدول أعمال أفرقة العمل لهذا الأسبوع فأن الفريق المعني بالتنفيذ الفعال يبدأ أعمالها اليوم. وتذكرون أن هذا العمل ترأسه جمهورية كوريا معالي السفير لين ويساعده ثلاثة من الميسرين إسبانيا المادتين 6 و7 وجنوب أفريقيا للمادة 9 وصربيا للمادة 11. بعد إذ تأتي فريق العمل المعني بالعولمة وتليه رئاسة سيراليون من الاجتماع الأطراف السابع. بعد ذلك نختتم أعمالنا بالفريق العمل المعني بالشفافية. الوثائق لهذا الاجتماع هذا الأسبوع تم تعميمها من قبل الأمانة لمجتمع السادة الأعضاء في المعاهدة وقد تم نشرها أيضا على الموقع بكافة اللغات أي العربية الصينية الإنجليزية الفرنسية الروسية والإسبانية. ولتيسير التبادل الآراء لهذا الاجتماع يسرني أن أؤكد لكم أن كل الاجتماعات والاجتماعات غير التحضيرية يوم الجمعة سوف ستستفيد من خدمات الترجمة الفورية. وقد فسر لكم السيد دميساني كيفية استخدام هذه الخدمات. أتطلع إلى هذه المناقشات أثناء هذا الأسبوع وإلى الاستماع إلى التقارير سير الأعمال إبان الدورة الثامنة للمجتمع الاجتماع وفي الاجتماع التحضيري غير الرسمي يوم الجمعة. أشكركم على حسن انتباهكم ودون أي تأخير أدعوكم وأدعو زميل معالي السفير نياتو سانشيز من إسبانيا رئيس الفريق الفرعي المعني بالمادتين 6 و7 أن يباشر أعماله وأدعوه لاعتلاء المنصة. من فضلك يا معالي السفير تفضل. Muy buenos días. Muchas gracias por su. طبعا يومكم أشكركم على تواجدكم معنا وخاصة كل من انتقل إلى جنيف للحضور شخصيا في أعمال فريق العمل هذا. إن
هنا سوف نستأنف المهام التي قمنا بها في أو بدأناها في شهر فبراير. الجائحة قيدت من أعمال، وتذكرون أننا في شهر فبراير شباط قررنا أن نعمل في إطار هجين للدورات، وإلى حين عقد اجتماعات شخصية كاملا، وخاصة أخذين بعين الاعتبار صعوبات التنقل، وقصرنا من الوقت المتاح للمداولات. في فبراير كانت نواياي هو أن نبدأ العمل في بحث البندين الخامس والسادس من جدول الأعمال، ولكن للأسف لم نتمكن من الوصول إلى النقطة السادسة أو البند السادس، ولذا سوف نعمل أساسا على نطاق تنفيذ المادة السادسة بموجب خطة العمل متعددة السنوات التي تقضي بالعمل على المادتين السادسة والسابعة، ولذا سوف نعمل في حدود الإمكان كي نتمكن من الانتهاء من هذا النقاش، ونعود بتناول جدول الأعمال بمهامنا وفي إطار خطة العمل المتعددة السنوات. استندنا إلى العمل على أساس سلسلة من الأسئلة، والأمر لم يتطلب تحديد تعريف جديدة بالنسبة لردا على هذه الأسئلة، بل ولا حتى البحث عن مصطلحات قانونية. الأمر كان يتطلب توضيح أن الأجوبة على هذه الأسئلة في الواقع مدمجة في الصكوك الدولية المعترف بها من قبل أغلبية الدول، مما يسمح لنا بأن نحدد بكل بساطة إلى أي مدى بإمكاننا أن نلحق هذه الصياغة في الدليل الطوعي للعمل. أبحث عن قلم لكي أدون ملاحظاتي. إذن أود أن أقول إن كانت هناك أي رغبة في طرح أسئلة حول المفاهيم وتحديد مكامن الأجوبة كي تتمكننا من إدراجها في الدليل الذي سنستند إليه في أعمالنا القادمة. لا أدري إن كنت بحاجة لطرح الأسئلة من جديد، وهي واردة في دليل العمل، وسوف أطرحها بالإنجليزية مباشرة بحيث نتمكن من الاستفادة من خدمات الترجمة. بالنسبة للنقطة السادسة، السؤال هو ما الذي تنطوي عليه عبارة يجب ألا تصرح بأية عمليات النقل في سياق المادة السادسة؟ ما هي الالتزامات بموجب التدابير التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تغطيها المادة 6.1؟ ما هي الالتزامات الدولية بموجب الاتفاقات الدولية تعد ذات الصلة بموجب المادة 6.2؟ بالنسبة للدورة السابعة والأسئلة التي طرحناها، كان السؤال ما الذي يمثل مفهوم المعرفة بموجب المادة 6.3؟ كيف نبرر أنه تحدد الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي؟ ما هي انتهاكات اتفاقات جنيف الدولية لعام 49؟ ما الذي هي الهجمات ضد الأهداف المدنية أو ضد المدنيين الذين يتمتعون بالحماية؟ ما هي جرائم الحرب الأخرى؟ عليه أدعوكم الآن إلى التعامل مع هذه الأسئلة بصورة صريحة ومفتوحة، وليس بالضرورة بسؤال تلو الآخر، ولكن جملة كان يتمكن من تحديد الأجوبة وما هي الصكوك الدولية التي سوف نضيفها على الدليل الطوعي. إذن أدعوكم الآن الشروع بالحوار،
وبصورة منظمة. لدينا أمامنا الآن ساعتين للعمل. سوف نتناول إصراحة في نهاية الساعتين قبل الانتقال إلى فريق العمل الآخر. ولذا أدعوكم الآن لطرح الأسئلة. لا توجد أي قائمة بالمتحدثين، ولذا أدعو كل ممن يود طرح الأسئلة أن يفعل ذلك. La delegación de Suiza tiene la palabra. وفد سويسرا له الكلمة. سيدي الميسر، أشكرك على إعطائنا الكلمة، وأود أن أقدم تفسيرنا للمفاهيم المشار إليها حول المادة السادسة. وبالنسبة للسؤال الأول، فنحن نفهم بأي نقل فعلي للأسلحة التقليدية عبر الحدود مع نقل الرقابة يخضع للتحريم في المادة السادسة، بغض النظر عما كان الأمر يتعلق ببيع قرض أو إيجار أو هبة. على سبيل المثال، الأسلحة التقليدية لمهمة حفظ السلم، ويتم نقل الأسلحة التقليدية إلى بلد باء، فإن هذا النقل يجب أن يعتبر ناقلاً نقل مقبول بموجب الاتفاقية. بالنسبة للسؤال الثاني، سويسرا تفهم أن هذه الالتزامات تتناول كافة الأفعال المتعلقة بانتهاكات السلم وأعمال العدوان بموجب أحكام المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة. أما بالنسبة للسؤال الأخير، نعتبر أن هذه الالتزامات الدولية ذات دلالة بالنسبة للمادة السادسة الفقرة الثانية، أي ميثاق الأمم المتحدة، الاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها، ثالثا اتفاقية الألغام المضادة للأفراد، الاتفاقية المعنية بالذخيرة العنقودية، والاتفاقية ضد الجريمة المنظمة، وبروتوكول الأسلحة النارية، وسابعا الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد. هذه القائمة ليست شاملة أو كاملة، لأن هناك اتفاقات دولية أخرى في سياق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي قد تكون ذات دلالة بالنسبة للمادة السادسة اثنين. أما بالنسبة للمادة السابعة، فإن مصطلح المعرفة، سويسرا تفهم أن الدولة الطرف المعنية لا يجب أن تصرح أي نقل إن كانت لديها معلومات موثوقة تفيد بأن الأسلحة أو المكونات سوف تستخدم في ارتكاب الجرائم المشار إليها. أما بالنسبة لمصطلح الإبادة الجماعية، فإن اتفاقية الإبادة الجماعية ولائحة روما للمحكمة الجنائية الدولية، مصطلح الجريمة ضد الإنسانية معرف في لائحة روما وفي القانون التقليدية، وكلها جرائم تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وتتضمن الانتهاكات الخطيرة المعرفة في اتفاقات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي رقم 1 وفي لائحة روما. وهناك أيضا الانتهاكات الخطيرة المعرفة في لائحة روما وفي القانون التقليدي الدولي. ولذا فنحن لا نرى أي حاجة لتعريف هذا المفهوم في الدليل الدوعي، ولكن نفضل الإشارة إلى هذه المصادر في القانون الدولي. سوف نقدم لكم هذه المعلومات بالتفصيل إلى الأمانة. شكرا يا سيد الرئيس لإعطائي الكلمة. شكرا يقول الرئيس، وأشكركم على هذه التفاصيل وهذا العرض المفصل للوثائق المعنية. هذا هو الهدف، أي إمكانية التعرف على كافة السكوك التي يمكن الإشارة إليها في دليل التدريب، مع الإشارة أيضا إلى تطبيقات المادة السادسة، بالإضافة إلى الحظر على الأفعال في التجارة الدولية التي تحرم لأنها انتهاكا للمواد ذات الصلة. إذن العملية هي ذلك، هي أن نحدد بكل دقة ما هي السكوك
المعنية ولذا سأكون ممتنة لسويسرا إن كان بإمكانها أن تقدم لنا صيغة ورقية لمداخلاتها كي نراعي تلك الصياغة في دليل الطوعية للتدريب. أود أن أحث الوفود للتناول الكمامة وإلا فإن الساعتين المتاحتين لنا سوف تنقضيان بسرعة. وفد إيرلندا له الكلمة. شكرا سيدي الرئيس. على ضوء الوقت المحدود للمناقشات سوف أقصر مداخلاتي واكتفي بالمادة 6.3 وخاصة فيما يتعلق بالمعرفة عند الترخيص. الأمر يتعلق بالمعرفة البناءة والفعلية. المعرفة الفعلية ستضع معيارا رفيعا. لا يمكن لنا أن نقول بكل يقين أن الأسلحة سوف تستخدم لاقتراف الأعمال وجرائم. وفي الواقع فإن الغرض من المعاهدة يجب أن يكون كافيا بالنسبة لتطبيق أحكام المادة 6.3. هذا يراعي موقف اللجنة الدولية التي تمنع النقل بموجب المادة 6.3 إن كانت هناك دلائل ومعلمة معرفة تفيد بأن الأسلحة ستستخدم لجرائم ضد الإنسانية أو لجرائم حرب. وأود أن أعرب عن موافقتي لما قاله زميلي من سويسرا، أي أننا لسنا بحاجة لتعريف مفاهيم مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية. وشكرا. شكرا لإيرلندا. أود أن أذكركم أنه في العملية التي نقوم بها في توضيح المفاهيم أشارت دولة من الدول المتدخلة إلى نفس المفاهيم التي أشار إليها سيد مندوب إيرلندا مع اختلاف طفيف في المفاهيم، أي أنها تتضمن ما يكفي المعلومات كي نتمكن من تحديد طبيعة الأسلحة التي سوف تخضع لجوانب التعاون المشار إليها. لذا فإنني أعتبر أننا قد قاربنا من الحصول على فكرة واضحة ومحددة لكيفية إضافة هذا المفهوم على الدليل الطوعي. وأعطي الكلمة للمزيد من المداخلات. لدي أي منظار كي تمكن من رؤية في أسفل القاعة، ولكن أرى أن الولايات المتحدة تطلب الكلمة. شكرا سيدي الميسر لإعطاء الكلمة. سيدي الميسر، كنت أود أن أتقدم ببضعة ملاحظات قصيرة بالنسبة لما قلته حول المعرفة. وأغلبية الدول التي سمعت منها التي كانت لدي هذا الرأي، أود أن أذكركم بالسجل المفاوضات للمعاهدة بالنسبة لمعايير المعرفة. ومن ذلك نفهم أن الحد الأدنى الذي يمكن أن نطلبه من الدول هو المعرفة الفعلية. إن رغبت الدولة اعتماد معيار المعرفة البناءة بالنسبة للمعاهدة، هذا هي حري بها أن تفعل ذلك. أود أيضا أن أتقدم بملاحظة عامة عند وضع قوائم الاتفاقات الدولية ذات الصلة. علينا أن نتذكر أن ليست كل الدول أطرافا في كل هذه الصكوك الدولية، ولذا علينا أن نضيف لغة تحذير وأن نقول الصكوك الدولية ذات الصلة الممكنة قد تكون اتفاقات مثل معاهدة حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. الدول الأعضاء في معاهدات ليست كلها أطرافا في تلك المعاهدة، ولذا يمكن أن نضع تحذير عند سرد القوائم كي نتذكر أن ليست كل الدول أعضاء في كل هذه المعاهدات. شكرا يا سيدي. إذن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار نحن لا نقدم توصية بالتنفيذ، بل مراجع قد تفيد الدول الأطراف في إنفاذ المعاهدة بموجب
إجراءاتها السيادية لمراجعة هذه المعاهدات وكي تتوصل إلى اتفاق في هذا المجال. وفي هذا الدليل التوعية للتدريب ستكون هناك في الواقع إمكانات لتوجيه المتدربين، ولكن لا نعطي تعليمات للتطبيق، وهذا التقدير يجب أن يكون واضحا. وفي على أي حال لا نلزم أي دولة على تنفيذ صك دولي ليست طرفا فيها، بل مجرد مرجع متاح لها للنظر فيه. دولة فلسطين لها الكلمة. سيدي الميسر، بداية دولة فلسطين تود أن تعرب لك عن شكرك لتيسيرك أعمال هذه المجموعة. نعتبر أن هذه العملية سوف تشجع تبادل المعلومات بين الدول أصحاب المصلحة في المعاهدة، وتحقق إحدى الأهداف الرئيسية للمعاهدة، أي تشجيع الشفافية. ونكرر أن التفسيرات الدولية يجب أن تمتثل لالتزامات المعاهدة والمعايير الدولية المعتمدة، وأحكام المعاهدة تكمل على الحدود القائمة حول الأسلحة، وتحديداً الالتزام احترام والسهر على ضمان القانون الإنساني الدولي والمادة الأولى لاتفاقات جنيف الدولية، وهو المبدأ الرئيسي لهذه المعاهدة. إذ تستمر الأسلحة في التدفق نحو أبشع الصراعات المسلحة، فإن التحديد وفرض قيود على نقل الأسلحة بات عنصراً هاماً لأي استجابة إنسانية. سيدي الميسر، بهذه الروح نود أن نتقدم ملاحظات عامة قبل الرد على الأسئلة حول الصيغة المنقحة للعناصر الدليل التوعية لتطبيق أحكام المعاهدة. بداية في إطار جزء المحتويات، نوصي إضافة قواعد التفسير العامة في إطار القانون الدولي كالموضوع الثالث بعد الإشارة إلى الخلفية ونص المعاهدة، لأن الغرض من هذه الاتفاقية هو إتاحة الوضوح للدول الأطراف كيف يتناولوا أحكام المادتين 6 و7. نعتبر أنه من الضروري هنا أن نضيف قاعدة عامة حول تفسير المعاهدات كما ترد في الاتفاقية المادة 31 من اتفاقية فيينا للمعاهدات، إذ تشير أنه يتعين التفسير بالنوايا الطيبة وتمشيا مع مفاهيم الاتفاقيات في سياقها ومراعاة لأغراضها. ثانيا، بالنسبة لنص المعاهدة الفقرة 13 من الدليل، نوصي بإضافة ديباجة المعاهدة والمادة الأولى، وذلك قبل الإشارة إلى أحكام المادتين 6 و7، لذلك لتيسير تفسير وتنفيذ المعاهدة، إذ أن ذلك يتطلب فهم المعاهدات وأغراضها ومقاصدها، وهي واردة في ديباجة المعاهدة والمادة الأولى منها، والتي تمثل الأساس الذي يسمح بتفسير التزامات المعاهدة. ثالثاً، نوصي إضافة إشارات إلى الدراسات القانونية الصادرة عن الهيئات الحيادية الدولية وتحديد اللجنة الدولية الصليب الأحمر ودراساتها حول المعاهدة، وتحديدا فهم المعاهدة من المنظور الإنساني في 2016 و20، وفهم القانون الدولي، فهم القانون الإنساني الدولي والعنف القائم على الجنس أو الجنسانية الصادر في 2019. مثل هذه الدراسات ضرورية إذ أنها تساهم في تطوير القانون الإنساني الدولي وتروج الاحترام له من جانب الحكومات والدول الأطراف، وتعطي للدول صورة أوضح للخلفية القانونية لهذه المفاهيم في إطار القانون الدولي. رابعاً، نوصي تبادل مدخلات أو مساهمات الدول الأطراف في عملية على موقع المعاهدة على الشبكة، مما يعطي نظرة عامة تشجع تبادل المعلومات التي نحن في أمس الحاجة إليها بين الدول الأطراف وأصحاب المصلحة.
نعتقد أن الضم الإشارة المرجعية في هذا النص لا يراد منه ضم أي قانون دولي بالنسبة للمسؤولية لهذه الأحكام. لابد من ذلك من الإرشادات، فهذا البيان يتناقض مع الآراء معرب عنها من قبل بعض الدول الأطراف الأخرى، وسيكون غير مفيدا لأنه يؤثر في قرارات دول الأطراف بهذا الصدد، لأنها لا تعكس تفاهما مشتركا لدى كل الدول الأطراف. سادسا، ونمضي قدما إلى الفقرة السادسة عشرة، القاعدة 13، في ظل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، فنحن نصر على أهمية الإشارة إلى الاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز العرقي واتفاقية الأبارتايد والصكوك الدولية الصلة، فهذه لا يمكن أن تترك خلف الركب سابعا. بالنسبة للفقرة 17 في نفس الصفحة، نذكر أن دولة فلسطين وفي مداخلتها قد ذكرت سابقا بأن انتهاكات قانون الدولة الإنساني تغطي نطاقا واسعا من الحقوق تماشيا مع واجباتها بموجب القانون الدولي، فالدول لابد أن تمتنع من نقل الأسلحة التي تمس بالتمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية وفقا للقانون العرفي والدولي، ولا سيما كوجس. ودولة فلسطين تؤكد بأن الأوضاع التي تشمل على انتهاكات حقوق الإنسان لابد أن تقيم من على بالطريقة التي تم انتهاكها وشدتها. نعتقد أن الملخص لابد إما أن يقتبس كافة الأمثلة لجوز كودنس المقدمة قبل الدولة، أو أن تتحدث بعبارات عامة، فالقائمة الحالية غير مناسبة للتطرق إلى ما تقتضيه القوانين. وبالتالي فدولة فلسطين قدمت قائمة غير شاملة انتهاكات الجدية بما في ذلك دون تكون مقتصرة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. نؤكد مجددا على أهمية إضافة إلى القائمة على الأقل ما يلي: الأبارتايد، التمييز بناء على الأسس اللغوية والعرقية وانتهاك أو الحق في تخلي المصير والممثل بالاحتلال غير المشروع، الاستهداف المقصود للمدنيين والأهداف المدنية في أوضاع من النزاعات المسلحة، والهجمات العشوائية في حالات النزاع المسلح، وأيضا نزوح الواسع النطاق للسكان بسبب المستوطنات غير المشروعة، ثم المجازر والإعدام خارج المحاكم. والقائمة طويلة لن أذكرها كلها، ولكن التمييز، القيود على الحركة، الهجمات على مناصري حقوق الإنسان والصحفيين، استخدام مفرط للقوة خلال المظاهرات السلمية، الاستهداف المباشر للمدنيين وللبنى التحتية المدنية، وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين إلى آخره. أما بالنسبة إلى الصفحة 15 الفقرة 25، فإن دولة فلسطين أيدت موقع السياسة الخاصة بالقنف القائم على الجنس، حيث هناك ذكر على أن هذا هو عنف ضد الأشخاص سواء الذكور أو الإناث بسبب جنسهم أو الأدوار الجنسية. وفي هذا السياق فنحن نشير أو أشرنا أيضا إلى تفسيرات اللجنة الدولية الصليب الأحمر لما يمثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما دراسات اللجنة بعنوان القانون الدولي الإنساني والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق معدة تجارة الأسلحة، وحيث تنص على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس جنسيا في طبيعته دوما، بل هو أوسع نطاقا ولكنه يشمل العنف الجنسي. القتل غير مشروع هو انتهاك جسيم لقانون الدولي الإنساني ويمثل عملا جسيما، وفي بعض النزاعات مثلا فإن أن الذكور يقتلون لمنعهم من المشاركة في وبالتالي نؤكد على أهمية ضم هذه المسألة التي لا ينبغي إخراجها عن خطوط توجيهها. أما بالنسبة للفقرة 34 والفقرة 35 في الصفحة 17 من
خطوة التوجيه. هل يمكن أن توضحوا ما إذا كانت صياغة عموما تعني أن أغلب الدول 20 قد أيدت نظرية قائمة على المعرفة؟ نذكر أننا لو نظرنا إلى الخلفية التاريخية للمعاهدة سوف نرى أن الآراء الأخرى التي تؤيد النهج القائم على المعرفة البناء قد حظيت بدعم محكمة العدل الدولية وكذلك لجنة دولية للصليب الأحمر وعدد من الدول، في حين أن المعرفة أو النهج القائم على المعرفة البناء قد تم معرفة الحقيقة. المادة السادسة فقرة ثالثة تشير إلى المعرفة بأنه ستستخدم الأسلحة لارتكاب الجرائم المشار إليها. بعبارة أخرى فإن مستوى المعرفة اللازمة للنقل أسلحة بموجب المادة 6.3 ليس ذات يقين مطلق، ويمكن أن أشير إلى الفقرة التي يمكن اكتسابها وبالنسبة لتعليق المجلس الأوروبي حول القواعد العامة التي تحكم التحكم بصادرات التكنولوجيات والأجهزة العسكرية، والتي تشير بأن اللغة قد تستخدم المادة الثانية أو المعيار الثاني من الموقف المشترك الذي يقتضي عبئا أقل من الأدلة من المخاطر الواضحة من أن التكنولوجيات والأجهزة العسكرية ستستخدم للاضطهاد الداخلي. ودول الأطراف في هذه المعاهدة لابد أن تأخذ هذا التفسير في عين الاعتبار عند تنفيذ المادة 6 الفقرة الثالثة، وفيما يتعلق بكافة الجرائم المدرجة في القائمة للماضي قدما بالأهداف الإنسانية للمعاهدة بما في ذلك ضمان احترام القانون الدولي الإنساني. وبالتالي نوصي حذف كلمة جنرال عموما لوصف الرأي الأول، لأن ذلك سيعطي انطباعا أنه أكثر وثوقا به من الآراء الأخرى. ختاما، فهناك تكرار للقائمة، وأقتبس القائمة هي للإشارة سواء في الفقرة 16 من الصفحة 13 وكذلك في الاقتباس دون ذلك في الصفحة نفسها. وبالتالي نعتقد أن هذه الجملة غير ضرورية في هذه الصفحة بما أنه سبق توضيحها في الفقرة 2 من الصفحة 9 من الخطوط التوجيهية. شكرا على حسن إصغائكم. شكرا جزيلا لدولة فلسطين على هذه المداخلة إن الدراسات التي تم إنجازها من قبل المنظمات المستقلة ضرورية. طبعا لقد ذكرتم الوثيقة الصادرة عن اللجنة الدولية صليب أحمر، وأريد أن ألفت نظركم أيضا إلى الدليل الذي تم نشره قبل بضعة سنوات من قبل Small Arms Survey مثلا، وهو دليل ميسر لتنفيذ المعاهدة، لكن هذا الدليل يغطي عناصر مختلفة لابد أن تأخذ في عين الاعتبار لإمكانية الإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحت من قبلكم قبل قليل. مرة أخرى ودون أقول لكم بأن هذا الدليل هو ليس تفسيرا إلزاميا لهذه المواد، وأكثر دول الأطراف التي استجابت للأسئلة قبل عامين أو للاستبيان قبل عامين قد أشارت أنه في أغلب الحالات أو وفقا لكل حالة على حدة كما تم الإشارة إلى ذلك من قبل مندوبة دولة فلسطين المقرة، هناك مستويات مختلفة من المعارف وطرق مختلفة نكتسب من خلالها ونكسب من خلال هذه المعارف. وكل حالة تخضع لتقييمنا تسمح لنا باتخاذ قرار ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك حظر أم لا. وفي هذه الحالة أيضا وما نحتاج إليه هي الموارد الكافية حتى نتمكن من إنجاز هذا التقييم سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. والإرشادات الاتحاد الأوروبي والسلطات المختصة التي ينبغي أن تتخذ قرارا بشأن النهج المعتمد لابد أن تكون لديها الموارد الكافية حتى تتمكن من اتخاذ قرار.
لابد أن نطبق المعارف المحددة. لا يمكن أن نتحدث عن معارف عامة في هذا السياق، وهذا سيشار إليه في الدليل، لأن هذه من الاستنتاجات التي تم استخلاصها من قبل الدول الأطراف خلال المشاورات ذات الصلة الوطيدة بهذا الموضوع. إن السلطات المختصة لابد أن تعرف ما هي الموارد المتوفرة لديها حتى تتمكن اتخاذ قرار وفقا على كل حدة، وحتى تحدد موقفها تماشيا مع الوثائق المتوفرة لديها بشأن النقل المعني. هناك طلبات أخرى لأخذ الكلمة، لا أرى لافتتكم، هل لكم أن تعرفوا أنفسكم؟ الكلمة لكم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. شكرا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحيي العمل المنجز من قبل فريق الفرعي المعني بدليل الطوعي حول المادتين السادسة والسابعة، ونود أن نشكركم أيضا سيد السفير سانشيز على تيسير هذا العمل. تماشيا مع ولايتكم للحيلولة دون وقوع المعاناة البشرية ومن خلال النهوض بالحق الدولي الإنساني، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت عدد من التعليقات حول المشروع، وسنكون ممتنين لو تم وضع ذلك تحت تصرفي في الموقع الرسمي المعاهدة. ونشكركم سيدي الميسر على أن تعكسوا ذلك في النسخة المنقحة. أما بالنسبة للمادة 6.3 لن أعلق عليها في هذه المرحلة، ولكن في ضوء أو من وجهة نظرنا فإن الدليل الطوعي لابد أن يكون قائما على توجهات ذات الطبيعة العملية لصالح الدول الأطراف، وذلك لتحديد المعايير الدولية المشتركة الأرفع مستوى، وذلك لتحسين تنظيم نقل الأسلحة التقليدية وتيسير التقدم المحرز على صعيد تحقيق الأهداف الإنسانية للمعاهدة. وبهذا الصدد يبدو لنا أن مثل هذا الدليل من شأنه أن يحدد نوع الأسئلة التي تطرح عادة في إطار التحقيق الفعلي للمادتين السادسة والسابعة وفقا لكل حالة على حدة، وكما ذكرتم ذلك توا سيدي الميسر، وقرارات تنطبق في إطار نقل الأسلحة التقليدية، وهذا يشمل دراسات قائمة على تجارب فعلية تبين التحديات التي ينبغي للدول الأطراف أن تتصدى لها عمليا، وتحديد التدابير العملية التي يمكن اتخاذها من قبل الدول الأطراف والتي تكون قد طورتها، أي تدابير للتصدي ولتجاوز هذه التحديات والتي تشهدها دول أطراف أخرى. وهذا الدليل يمكن أن يستفيد من الأعمال المنجزة في إطار المعاهدة وخارج المعاهدة من قبل أصحاب شأن مختلفين، ويمكن الدليل أن يشير إلى هذه المصادر الموجودة وحتى الإلهام من بعض الموارد والمراجع الواردة في الدليل، والدليل يمكن أن يكون وثيقة قيد التطور بالنسبة لنا، بحيث أنه يمكن إضافة عناصر جديدة للدليل إذا اقتضى الأمر. شكرا للجنة الدولية للصليب الأحمر، شكرا على تعليقاتكم التي أرسلتموها خطيا لتحسين الدليل. لابد أن نسهم جميعا في إطار هذا الدليل. لم أجب ربما على تعليق تم الإذاء به قبل قليل حول إمكانية نشر التعليقات الخاصة بدول الأطراف والتي تم صياغتها خلال وجهة العمل الخاصة بالشفافية، وأشارت دول الأطراف أنه ينبغي الإبقاء على سرية هذه التعليقات، وهذا يخص إسبانيا بالتحديد.
وبالنسبة لترخيص المعني بنقل الأسلحة فهذا أمر لا يعلن عنه جهرا، وفي حال المجلس فالقرارات لا يمكن نشرها. إذن هذا أمر لا بد أن نتذكره، فالقوانين الوطنية تفرض أحيانا قيودا، وهذا هو الحال بالنسبة لإسبانيا وبالنسبة لنشر القرارات المعنية بالترخيص أو الحظر أو منع نقل أسلحة تقليدية. بعد كل هذه المقدمة فدول الأطراف لها إمكانية نشر تقارير وطنية لتعكس الطريقة التي من خلالها تنفذ القوانين الوطنية فيها، ويمكن اتخاذ قرار بنشر القرارير السنوية التي تعرض بعد ذلك لمعاهدة تجارة الأسلحة الاتحاد الأوروبي. شكرا للسيد الميسر. نود أن نشكركم سيدي السفير سانشيز رينغ على الجهود التي بذلتموها في إطار المادتين السادسة والسابعة. أما بالنسبة للواجبات التي تقع على عاتق الدول المصدرة والسؤال المعني بالتنفيذ الفعلي للمعاهدة، وهذا قائم على تقييم المخاطر، وهذا ما تقوم به الدول المصدرة في إطار هذه المواد. ننضم إلى الدول الأطراف ونشجعها على مواصلة أعمالها بالنسبة لهذا دليل الخاص بأفضل الممارسات، حتى يمكن أن ننتهي من إكمال هذه الوثيقة في أقرب فرصة ممكنة، والتي ستكون مفيدة عند تقييم الطلبات الخاصة بترخيص التصدير ومنح تراخيص التصدير بموجب المادة السابعة. نعرف أن هذه من الشروط المسبقة، فتبادل الممارسات الفضلة بين الدول الأعضاء أمر قد يكون له قيمة مضافة لنا جميعا. وأخيرا نلفت نظر الدول الأطراف إلى المادة 6 الفقرة الثالثة، أنه لا يتم الترخيص بنقل الأسلحة التقليدية إذا كانت هناك معرفة وقت الترخيص أو النقل أن هذه الأسلحة قد تستخدم لارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أو انتهاك الاتفاقية الجنيف 1940 أو استهداف أهداف مدنية أو جرائم حرب أخرى كما تم تعريف ذلك في الاتفاقات الدولية. وعند قراءة هذه المادة أي 6-3 وفي ضوء الظروف الحالية في الحرب على أوكرانيا، فالاتحاد الأوروبي يرى أن تصدير الأسلحة إلى روسيا في الملابسات حاليا غير مرخص به بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، وبعد الاعتداء على أوكرانيا دون استفزاز وفي ظل الانتهاكات الجسيمة العديدة لحقوق الإنسان والهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية. شكرا سيدي الميسر. شكرا جزيلا للاتحاد الأوروبي. MIT for Peace، الكلمة لكم. شكرا سيادة الميسر. الصوت واضح. شكرا سيادة الميسر. انصب الاهتمام الدولي على التوافر المتزايد للأسلحة الصغيرة والخفيفة منخفضة التكلفة، على الرغم من أن هذه النزاعات غالبا ما تكون لها جذور عميقة ومعقدة، إلا أن التوافر الواسع النطاق للأسلحة الخفيفة الحديثة قد تشجع المتحاربين على متابعة أهدافهم في ساحة المعركة وليس على طاولة المفاوضات، وخاصة في ظل ظهور قدرة محلية في العديد من الدول بما في ذلك عشرات الدول النامية أو أكثر على تصنيع هذه الأسلحة، فلم يعد تصنيعها والإتجار فيها مقتصر فقط على الدول الصناعية الكبرى، حيث تنتج العديد من الدول النامية أسلحة التصدير وكذلك الاستخدام المحلي، مما يضيف بشكل كبير إلى عدد المصادر التي يمكن لأي محارب محتل الحصول منها على أسلحة الحرب. من ثم لا توجد دولة محصنة من التحديات التي تطرحها تدفقات الأسلحة الغير مشروعة، وخاصة أن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هي الأكثر استخداماً في النزاعات بين الدول
وفي الإرهاب وفي الجريمة المنظمة وحرب العصابات. يمكن القول أن العديد من الأزمات الأمن الحالية والماضية تفاقمت جميعها بسبب توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة والزغيرة على نطاق واسع بلا ضوابط. على سبيل المثال يعد التدفق المستمر للأسلحة والذخيرة هي المغزى الأساسي للصراع في جنوب السودان والسودان نفسها. كما يظل استخدام الأسلحة المتفجرة خصوصا في المناطق المأهولة تهديدا مستمرا ومتزايدا على الأطفال وأسرهم. ووفقا للإحصائيات التي رصدتها اليونيسيف خلال عام 2020 كانت الأسلحة المتفجرة والمخلفات المتفجرة من الحروب يعني موزعة بأكثر من 50% من جميع من على الأطفال، مما أدى إلى تجنيد عدد كبير من الأطفال واستخدامهم في الحروب، وتجاوزت نسبة هذه الحالات ل 50% في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. لذلك نستغل تلك الفرصة ونثمن على الجهود المبذولة في إعداد ذلك الدليل الطوعي، ونرحب بجميع الجهود المبذولة في إطار تعزيز المعرفة والوعي ونشر المعلومات للحد من التجار الغير مشروع بتلك الأسلحة. ونريد أن نقترح بعض النقاط للدليل الطوعي، كإضافة اتفاقية التمييز العنصري، إضافة استخدام الاستهداف المقصود والهجمات العشوائية للمدنيين والأعيان المدنية والإعدام خارج نطاق القضاء واستخدام القوة المفرطة. وأيضا نرى أن هناك ضرورة لوضع تعريف الإبادة الجماعية وفقا لما أشارت إليه اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي. حتى الآن سيدي المؤثر يتم انتهاك القانون الدولي الإنساني وتنتهك جميع الاتفاقيات، فطالما نقوم حاليا بتعزيز المعرفة والوعي وإعداد دليل طوعي فنرى أن هناك فرصة لطرح جميع التعريفات التي تتمكن الدول الأطراف من استخدامها. ونريد أيضا أن نشير إلى أن أرسلنا جميع المدخلات إلى الأمانة العامة بالأمس. شكرا سيدي المؤثر. Muchas gracias por su intervención. Tiene la palabra la delegación de Japón. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. Tiene la palabra la delegación de Japón. Japan. الكلمة لليابان. سيدي الميسر، إن اليابان تود أولاً أن تعرب عن تقديرها العميق لكم سيدي سفير سانشيز دالارين، ميسر الفريق الفرعي المعني بالمادتين السادسة والسابعة، على إخلاصكم في عملكم الفرعي أو فريق عملكم الفرعي، وعلى التقدم المهم المحرز. وفي سياق الحالي للأمن الدولي، فإن التحكم بنقل الأسلحة وتنفيذ المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل. ومن هنا فإن اليابان تولي اهتماما كبيرا لدور الفريق فريق العمل المعني بتنفيذ الفعل للمعاهدة كمنتدى يسمح بمشاطرة الممارسات الوطنية ومناقشة الخطوات العملية لتحسين أكثر عملية تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة. سيدي الميسر، تود اليابان أن تشكركم على مشاطرة مشروع الطوع أو دليل الطوعي، لا سيما الفصل الأول، ونحن نرحب بالنسخة المناقعة التي تعكس تعليقات والمقترحات المقدمة خلال الدورات السابقة من قبل دول الأطراف بما في ذلك اليابان. ونشير بوضوح أن طبيعة قائمة الفقرات العديدة ليست شاملة، وهناك فقرات أخرى قد تكون مهمة. كما نؤيد مفهوم مشروع أو مسودة الدليل الحالي، والذي يشتمل على جمع لآراء ومعطيات دول الأطراف كمرجع، وهذه لا تشمل أي تعريف لأي من المصطلحات. أخذين في عين الاعتبار أن الهدف من هذا الدليل الطوعي هو أن يستخدم كإشارة مرجعية لمساعدة دول الأطراف على تنفيذ المادتين السادسة والسابعة، ولا سيما
السلطات المعنية بالتحكم بالصادرات في كل بلد لابد أن نمضي قدما مع توخي الحذر حتى لا ننشئ معايير جديدة لمناقشتها لاحقا في إطار الفصول التالية. وختاما، وبما أن اليابان تعرب عن رأيها للمرة الأولى هذه المرة، نود أن نهنئ الفلبين على مصادقتها على معاهدة التجارة الأسلحة في 24 مارس آذار من هذا العام، وأصبحت بالتالي الدولة 111 وأول دولة في منطقة آسيا التي انضمت إلى المعاهدة. واليابان ترحب بحفاوة الفلبين كدولة طرف عضو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونقدر جهودها للنهوض به وتعزيز فعالية معاهدة تجارة الأسلحة. وهناك حاجة إلى عالمية أكبر لهذه المعاهدة، واليابان تأمل أن الدليل الطوعي سوف يسهم على النهوض بعالمية المعاهدة وتعزيز تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة. وتتطلع اليابان إلى هذه التطورات، وتشكركم سيدي الميسر. شكرا على مداخلتكم. الكلمة موجهة لليابان. Control Arms. أصحاب المعالي، أيها الزملاء الأفاضل، Control Arms تشكركم سيدي ميسر على العمل الذي أنجزتموه حول هذه المسائل البارعة الهمة التي تكمن في صلب معاهدة تجارة الأسلحة. ما يهمنا بالأخص طبعا هو الوضع في أوكرانيا، ولا سيما أن هذا يخص تنفيذ المادتين 6 و7 من معاهدتنا. لدينا تقارير تأتينا كل يوم من أوكرانيا والمثيرة للقلق، فهناك جنديان روسيان دخلا في منزل وقتلا الزوج واغتصبا الزوجة، وكان الطفل مخفيا تحت السرير وتمكنت الزوجة في أن تهرب من بيته. وهذا مثال لما يحصل من عنف قائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين غير المسلحين من قبل القوى الروسية في منطقة كييف، وكل ذلك مثير للقلق. والإعدام خارج المحاكم على نطاق واسع في بوتشا وأماكن أخرى. ومفوضية السامي لحقوق الإنسان أشارت في الأسبوع الماضي إلى أنه قد تم قصف مناطق بشكل عشوائي، مما دمر مستشفيات ومدارس وبنى تحتية مدنية أخرى تمثل جرائم حرب. وبما أن الاتحاد الأوروبي قد أشار إليه سابقا، في Control Arms ترى من الضروري تطبيق بشكل صارم المادتين 6 و7 من معاهدة تجارة الأسلحة لمنع نقل الأسلحة التقليدية نحو روسيا في إطار العقود الحالية والعقود التي قد تيسر الانتهاك الجسيم للقوانين الدولية. وكنترول أمس تقر بالحق المشروع لأوكرانيا للدفاع عن ذاتها، لكن حتى في هذه الملابسات من الضروري أن يتم احترام المعاهدة بالنسبة للدول التي تنقل أسلحة إلى روسيا، وأن تهتم بالعناية الواجبة في تنفيذ المادتين 6 و7 لتبيان مدى فائدة هذه المعاهدة في هذه الظروف الصعبة. وندعو كل دول الأطراف لأن تشاطر في إطار هذا المنتدى وتبين كيف أنها تنفذ واجباتها بموجب المعاهدة فيما يتعلق بنقل الأسلحة التقليدية نحو مناطق النزاع في أوكرانيا. أما بالنسبة للدليل الطوعي، فإن Control Arms تقر بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل الفرعي لإكمال الفصل الأول من الدليل، مما يعكس أو من خلال ضم تعليقات الدول الأطراف المختلفة. ونرى أن هناك تقدم محرز على صعيد توضيح الهدف من وراء الدليل الطوعي، بما في ذلك الإقرار بأن القائمة ليست شاملة بالنسبة للجرائم المرتكبة، وما يبين الهدف في الفصل الأول والذي لا يرمي لعادة تفسير مفاهيم موجودة أصلا في القانون الإنساني الدولي. هناك نقاط أخرى تبدو لنا مهمة، فالدليل الطوعي لابد أن يشير بوضوح إلى أن المعلومات التي تم جمعها في الفصل الأول تتماشى مع الأجوبة السرية التي تم تسلمها من المستجيبين. وكنترول أرمز قلقة من أن دليل طوعي قد يستنفذ الطاقات الدولية بالنسبة للمفاهيم الأساسية التي
ليس لديها أي تعريف قانوني أو مقبولة. لسنا مقتنعين أن الأجوبة المتسلمة هنا مناسبة لإعطاء التوجيهات اللازمة. نقترح أن الفريق العامل ينظر في نوج أخرى لاستكشاف هذه المفاهيم بمزيد من التفصيل. أما بالنسبة للأجوبة المختلفة فإن كنترول آمز تأخذ علما أن المستجيبين سواء الدول الأطراف أو ممثلي عن المجتمع المدني أن لا يتم ضم الأسماء، وبالتالي لابد أن نعرف لماذا تعد هذه الأجوبة سرية. وحيث أن الشفافية من العناصر الأساسية المعاهدة، نرى أنه من الضروري جدا أن نتمكن من أن نعرف مصادر هذه الأجوبة، وبالتالي من الأهمية بمكان أن نفهم هذه المفاهيم الأساسية، وبالتالي لابد من إشراك هذه الأطراف في المناقشات اللاحقة. نعتقد أن ما قالته اللجنة الدولية الصليب الأحمر مهم جدا بالنسبة للتجارب العملية التي لابد أن تكون الأساس لهذا النهج، إذ لابد من معرفة المعايير الرفيعة المستوى الدولية المشتركة الأكثر صرامة في هذا المجال. شكرا على مداخلتكم. بالنسبة لهذه المفاهيم التي لم يتم تعريفها بشكل قانوني والتي تعد مهمة للغاية، من خلال تبادل ممارسات الفضل حاولنا أن نفهم كيف تطبق الدول الأطراف هذه المفاهيم. فالهدف هو أن نعرف ما إذا كان هناك تفسير موحد أو حتى على صعيد استشعار هذه المفاهيم في تبادلنا للممارسات الفضلة. لقد استهدفنا في ذلك تنفيذ أو تطبيق المعاهدة، ولكنكم قلتم قبل قليل أن هناك سبل أخرى للمضي قدما، وبالتالي كيف تودون الماضي قدما على صعيد السبل الأخرى الموجودة حتى تكون هناك تعاريف ليست تعاريف قانونية. أو طريقة فهم الدول الأطراف أو تفسير الدول الأطراف لهذه المفاهيم. أنا تحت تصرفكم وأكون مستعدة للحصول على ملاحظاتكم الشفهية أو النصية حول التنفيذ الحقيقي الفعال لهذه المعاهدة، وأمثلة عن كيف تقوم الدول بتفسير المفاهيم التي ليست لديها تعريف قانوني معتمد. الكلمة للCoalition for Limitation of Armaments. Se supone que están conectados en red. Es أفترض أنكم على الشبكة وأنكم تحاولون طلب الكلمة. يقول الرئيس نعم شكرا. يقول المتحدث شكرا للميسر. بداية نود أن أعرب عن شكر الفريق العمل وللأمانة للجهود المبذولة لإتاحة لنا كافة الوثائق ولضمنا في هذه الدورة التحضيرية، ونحن شاكرون للأمانة بعد الإعلان عن هذه الدورة التحضيرية. بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني في أفريقيا وآسيا في الهند وأمريكا اللاتينية، لقد التقينا لكي نعمل على تعزيز المعاهدات التي تعمل على الحد من تكاثر الأسلحة. سيدي الرئيس، في 2 أبريل 2013 جمعية العمل للأمم المتحدة قامت باعتماد النص حول الإتجار بالأسلحة التقليدية، وذلك من أجل تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية عن طريق وضع معايير دولية رفيعة المستوى
من أجل القضاء على التجارة ومواقع الأسلحة التقليدية وللقضاء عليها. إن الإتجار بالأسلحة من أول النقاط التي تم الإشارة إليها في نطاق القانون الإنساني الدولي، وهذا أمر مشار إليه في الاتفاقات الدولية التي تناول موضوع انتشار الأسلحة، وفي الواقع حتى الآن كانت هناك قوانين إقليمية ودولية لم تتضمن هذه القوانين اعتبارات تتعلق بتجارة الأسلحة، وهذه الثغرات في القوانين الإقليمية الوطنية التي سمحت بالأسلحة أن تقع في أيدي شريرة للتجارة بها في السوق السوداء. وفي الواقع فالغرض من هذه المعاهدة تستهدف تحقيق المساواة في الفرص والعمل على مكافحة الإتجار، ولذا فإن الدول الأطراف تؤكد على المواد 6 7 9 و11 تفيد بأنه لا يجب التصريح بالإتجار بهذه الأسلحة، وخاصة إن كان ذلك سوف ينتهك الإجراءات المعتمدة من جانب أمانة الأمم المتحدة وموجب أحكام الفصل 7 من الأمم المتحدة، وتحديدا الإجراءات التي تحرم توريد أو تصدير هذه الأسلحة بسبب وجود خطر كبير للآثار السلبية لهذه الأسلحة. هناك نصوص أخرى وضعت توجيهات للدول المستوردة للأسلحة، تطالب من الطرف المستورد والمصدر أن يقوم بتقييم استخدامات الأسلحة، وتحث الدول أن تعمل على السهر على إنفاذ الالتزامات المتعلقة بنقل وعبور الأسلحة. وفي الواقع هناك إشارة في المعاهدة تفيد بضرورة ضمان أن الأسلحة لن تقع في أيدي أفراد بإمكانهم أن يقترف انتهاكات كبيرة للقانون الدولي أو تقترف أحكاما دولية انتهاكات خطيرة. وفي الواقع هذا يجب أن يسمح بالحد من الإتجار بالأسلحة التي تسبب معاناة إنسانية. كل ذلك يطالب بالانضمام إلى المعاهدات المتعلقة بالإتجار في إصلاحها والامتثال لأحكامها حسب المعايير الأكثر شدة. الحقيقة تختلف تماماً، لأن الإتجار بالأسلحة والدول الأطراف في المعاهدة لم تحترم التزاماتها وتقوم ببيع أسلحتها لدول في مناطق الصراعات المسلحة. إن التصريح ونقل الأسلحة على الصعيد الدولي وخاصة في مناطق النزاعات المسلحة وتحديد الأسلحة الصغيرة وصغيرة الخفيفة وصغيرة المعيار تتم عبر الإتجار على المستوى المحلي. إذن الاتفاق المواضيعي الذي يستند إلى الأحكام القائمة للقانون الدولي يجب أن تكون أساس مجهود دولي يسعى لتوسيع الامتثال للالتزامات، وذلك بموجب أحكام معاهدة تجارة الأسلحة وتحديدا المادة 6 و7 و9 و11. وننادي بوضع آلية قانونية شاملة تستند إلى المعايير الدولية
للتحكم في المعاملات التجارية. الدول يجب أن تتفق على آلية متابعة والتنفيذ والتي تنص على تحقيق سريع وشفاف حول الإتجار في الأسلحة والعقوبات الملائمة ضد كل من ينتهك المعاهدة. ثالثا، يجب ملاحقة المسؤولين وخاصة كل من يستخدم أسلحة ضد في نطاق النزاعات تؤثر على الاعتبارات الجنسانية. يتعين التحكم في تجارة الأسلحة وخاصة في مواقع وأماكن النزاعات المسلحة والعمل على التحكم في نقل الأسلحة نظرا لأن ذلك يمكن أن يخل بالاستقرار في كل دول ويؤدي انتهاك حقوق الإنسان، وذلك عن طريق السوق السوداء وعن الإتجار غير المشروع. شكرا يا سيدي الرئيس. شكرا. يقول الرئيس الكلمة لمنظمة ASER ACER. شكرا سيدي المويس. نود أن نهنئكم على عقد هذه الدورة التحضيرية لمؤتمر الأطراف وما قدمت الأمانة من خدمات لتحقيق ذلك. نؤيد الاقتراحات المقدمة من سويسرا ونطالب أن يتم تحديد ما ورد خاصة الاستفادة من تقارير الأمم المتحدة والتقارير البرلمانية ومن المنظمات الدولية. نؤيد بيان ممثل الاتحاد الأوروبي حول تفسير المادة 6.3 عن الحرب في أوكرانيا والحاجة لوقف تصدير الأسلحة لروسيا. نود أن نعرب عن دهشة أن الدول الأكثر احتراماً لهذه المادة 6.3.2 تصدر أسلحة إلى روسيا، وهي أيضاً من بين الدول المعنية بالحرب في اليمن وخاصة العربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. هذا التحالف الذي يشن حرب في اليمن ضد الشعب اليمني يستفيد من تجارة هذه الأسلحة، ويبدو لي أن هذه رسالة فظيعة موجهة لسكان الكوكب وتعارض مع قلب وجوهر أعمالنا، ألا وهي السهر على التطبيق غير التمييزي لأحكام المادتين 6 و7 لمعاهدة تجارة الأسلحة. شكرا سيدي الرئيس. شكرا على هذه المداخلة. كلمة لوفد دولة فلسطين من جديد، فليتفضل أو تتفضل. شكرا سيدي الميسر. بهذا البيان نود أن نقدم تفسيرنا للمفاهيم المشار إليها في نطاق أحكام المادة 6. بالنسبة للسؤال الأول، نوافق على رد سويسرا ونؤكد على أن المادة 6 تسري على كافة أشكال النقل المشار إليها في المادة 2 الفقرة 2 الصادرات والواردات العبور والنقل. بالنسبة للسؤال الثاني، نكرر أنه بموجب أحكام المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة فكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة وأن تقبل وأن تنفذ قرارات المجلس الأمن. المادة 41 في الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للمجلس أن يقرر ما هي التدابير التي لا تستند لاستخدام القوة لإنفاذ قراراتها، ويجوز لها أن تنادي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقوم بتنفيذ هذه الإجراءات. قد تتضمن هذه الوقف الكامل أو الجزئي للعلاقات الاقتصادية وحظر الأسلحة،
وحظر الأسلحة هو وقف للعلاقات التجارية وذلك في مجال نقل الأسلحة لأن كل دولة من دول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بإنفاذ أحكام وقرارات مجلس الأمن فهذا يعني أن هناك التزام قائم نفيد بأن الإجراءات خلاف حظر الأسلحة المعتمدة في المجلس الأمن بموجب الفصل السابع لها معناها هنا بالإضافة إلى ذلك هذه الالتزامات تتعلق بكافة التدابير التي تتعلق بانتهاك السلم وأعمال العدوان بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة الدول الأطراف في معاهد تجارة الأسلحة يجب أن تعمل بكل مسؤولية عندما تتعامل مع دولة معنية بانتهاك وعدم احترام قرارات مجلس الأمن ولها أمر أهمية خاصة في حالة الصراعات التي تطول حيث أن تجارة الأسلحة سوف تساعد على تمديد الصراع بدلاً من أن تحسم النزاعات فيما يتعلق بالسؤال الأخير فإن نطاق الالتزامات الدولية بموجب الاتفاقات الدولية والتي هي طرف فيها أمر واسع للغاية فإن كلمة أو عبارة تحديداً هذا الحكم يتناول سكوك دولية بالإضافة إلى تلك التي تتناول مباشرة النقل أو الإتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية لذا فنحن نعتبر أن المادة السادسة اثنين تضم اتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والتي تنضم إليها دول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة وهذا يتماشى مع المبادئ 5 و6 من ديباجة المعاهدة نحن نعتبر أن الالتزامات الدولية التالية لها دلالاتها في إطار المادة السادسة الفقرة الثانية وهي ميثاق الأمم المتحدة اتفاقات جنيف المعاهدات الإقليمية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معاهدة حظر استخدام الأفراد الغب ضد الأفراد معاهدة مكافحة الأسلحة العنقودية ومعاهدات الذخيرة العنقودية ومعاهدة مكافحة الجريمة الدولية العابرة للحدود وأيضا الأحكام العرفية للقانون الإنساني الدولي كلها تسري بغض النظر عن هذه المعاهدة وشكرا سيدي الرئيس أشكرك على هذه المساهمة الجديدة من طرف دولة فلسطين فرنسا الكلمة لكم أشكرك يا سيدي الميسر وأود بداية أن أعرب لكم عن شكري للوثائق التي نقلتموها إلينا في بداية هذا الاجتماع وأود أيضا أن أشكرك على ما تم نقله إلينا في إطار تبادل الآراء والمعلومات بالنسبة للسياسة الدولية فيما يتعلق بالمادتين السادسة والسابعة لهذه المعاهدة كما تعلمون فإن فرنسا تستند في التقييم حسب الحالات وذلك على دراسات ومعلومات مختلفة وحسب الصادرات الوجهة النهائية والمستقبل النهائية والاستخدام النهائي كلها تؤخذ بعين الاعتبار كما نأخذ بعين الاعتبار طبيعة وكمي ونوع المواد والأسلحة المعنية وسوف أقوم بإيجاز بالتذكير يا سيدي الرئيس بمواقفنا نحن نعتبر أن الغرض من كل ذلك هو وضع صورة للممارسات الدولية وتحديد البدائل المتاحة لتناول هذه المفاهيم دون السعي لفرض تفسير واحد لهذه الأحكام مع مراعاة روحي ومبدأ هذه المعاهدة نحن مستعدون للمساهمة في أعمال فريق العمل هذا والتي يجب أن تستهدف تشجيع تبادل المعلومات حول الطريقة التي يتعين بها إدراج هذه المعاهدة في الأعمال المعمول التي نقوم بها ونشكرك سيد الرئيس على مساهمتك أشكر السيدة ممثلة فرنسا على الدعم الذي قدمته الكلمة لوفد غانا
أنا الكلمة لكم. Thank you very much, Mr. Facilitator. شكرا سيدي الرئيس. Congratulate you for the. اسمح لي بأن أهنئكم على الأعمال التي قمتم بها حتى الآن والطبيعة الممتازة التي تبدو عليها الوثيقة. أود أن أشكر الأمانة على العمل الشاق الذي قدمته وخاصة بعد أعمالنا. والقطيع الانقطاع الطويل بفضل الجائحة. أود أيضا أن أشكر الصين والفلبين على مساهمتهم. أود أن أشكرهم على انضمامهم. سيدي الميسر، بينما من المهم أن يكون الدليل طوعي، لا يمكن الاعتراض على بإمكانه يكون أساسا للتنفيذ بالنسبة لبعض الدول، وفي الواقع قد يكون أساسا لاتخاذ القرار باعتماد أو رفض طلب بنقل الأسلحة. إذ راجعت مشروع الوثيقة للدليل الأساسية للطوعية لتنفيذ المادتين 6 و7 من المعاهدة، من الواضح أن الدول التي استجابت على للدراسة الاستقصائية قد أشارت إلى القوانين الدولية والمعاهدات التي تنتمي إليها. ومن الواضح أيضا ليس كل الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة هي أطراف في المعاهدات والصكوك المشار إليها في مشروع الدليل. من الواضح أيضا أن في بعض الحالات ترفض الدول بعض الأحكام التي لا تراها مريحة والتي تعتبر أنها ضرورية. ولذا فنود أن نقترح أنه بدل من إشارة جامعة للمعاهدات القائمة، يتعين على الدول أن تنظر في تعريف ومفاهيم في المعاهدات والتي يمكن طرحها لدراستها واعتمادها في الدليل. أشكر وفد غانا على كلمات الطيبة الموجهة للميسر ولغيره من الوفود. وأود أن أشدد هنا على ما تم الإشارة إليه. العمل الذي نقوم به يعود إلى ما تقوم به الأمانة، والتي بدون دعمها ما كان لنا أو على الأقل لا نكون بإمكاني أن أعرض عليكم الوثيقة المعروضة عليكم. عمل الأمانة أساسية إن كان يتمكن من المضي قدما، وذلك أكثر حتى من عملي الشخصي. توضيح بالنسبة لعرض غانا الواضح الشافي، أود أن أسرع انتباه أنه عندما لا تكون دولة طرف في إحدى الصكوك القانونية التي تم الإشارة إليها، قد يعود ذلك إلى أن الصك الدولي قد يتضمن أحكاما تمثل مشكلة للبلد المعني. وهذا لا يعني أن ليس بوسع الدولة النظر في باقي النص. أود أن أشدد على هذا الجانب، عندما يكون لدى الدولة صكوك أو معاهدات دولية التي يمكن النظر فيها عند تطبيق الإتفاقية، تعين دوما مراجعة الأمر بصورة عملية، بحيث يجوز للدولة أن تراجع النصوص بالنسبة لتلك الجوانب التي تراها مفيدة، وذلك في إطار ممارسة سيادتها. إذن عدم انتماء دولة طرف في صك أو آخر لا يجب أن يكون عائق عندما ترى أن بعض الاعتبارات فيها قد تساعدها على تقدير واتخاذ قرار حول الاستيراد أو تصدير الأسلحة. الكلمة للمكسيك. Buenas tardes. طاب مساءكم. هل تسمعوني؟ نعم نسمعك. بداية أود أن أحيي قيادتي الأمانة
والأعمال التي قامت بها في الأيام القليلة الماضية، مما قد سمح لنا بأن ننظر في الاتفاقات والاشتراك في مداولاتنا. المكسيك تنظر نظرة إيجابية أن مؤتمر الأطراف الثامن سوف يحلل بعمق عملية إنفاذ المعاهدة وتنفيذها. المكسيك تود التشديد على مدى أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنفيذ الكامل للمعاهدة. أشكرك معالي السفير سانشيز دالارين للقائمة التي قدمها بشأن العناصر التي يمكن أن تستخدم كمراجع لتنفيذ الإتفاقية، وتحديدا أحكام المادتين 6 و 7 خلافة المسائل المشار إليها مثل انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون الإنسان. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية حصول الجريمة الدولية للأسلحة عبر التجارة الدولية أو بسبب تخفيف الأحكام. عند مناقشة الطابع العالمي للمعاهدة سوف نعيد هذه الملاحظة، ولكنني أود الآن أن أعرب عن شكري للفلبين وأن أهنئ على انضمامي إلى المعاهدة. أشكرك. La palabra a la delegación de Filipinas en lo que será su primera intervención en el marco del tratado en el que الكلمة للفلبين وهي المرة الأولى تتناول فيها الكلمة بعد انضمامها للمعاهدة. سيدي الميسر، نود بداية أن نشكرك على عملك كميسر، وبهذا البيان نود أن نسجل بعض الجهود من جانبنا لإنفاذ هذه المعاهدة لتجارة الأسلحة. نشكركم ونشكر الدول الأخرى التي رحبت بنا إلى هذه المعاهدة. في مارس آذار من هذه السنة صادقنا على المعاهدة، وستصبح نافذة في 22 من يونيو حزيران من هذه السنة، وقد سعينا بإجراءات الإنفاذ في نوفمبر 2015 عندما قمنا بسن قانون التحكم في تجارة الأسلحة وتدعمه قانون تجارة الأسلحة وإدارة الأسلحة. أحكام المعاهدة في المادة 6 و 7 مدمجة في قوانين الوطنية وفي الأنظمة واللوائح، أي إن كان هناك أي خطر كبير أو أثار سلبية ممن تلك المشارة إليها في المادة 7.1 و 7.4، فإن مكتب إدارة التجارة للشرطة الوطنية وإدارة الأسلحة والمتفجرات وهما مسؤولان عن منع تصريح استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية يقوم بمراجعة التصريح، والتصديق هو أسلوب للنهوض بمراقبة التجارة وليس فقط للتحكم في الصادرات والواردات، بل أيضا النظر في التحويل أو الاستغامة المزدوج لبعض الأسلحة. ونحن نرحب بالدليل الطوعي بالنسبة لأحكام المادتين 6 و 7 من المعاهدة. سيدي الميسر، بهذه المعلومات نود أن نؤكد لكم وللرئاسة دعمنا المطلق في هذا الاجتماع وأيضا في الأعمال قبل المؤتمر الأطراف الثامن. شكرا يقول الرئيس لمساهماتكم. المتحدث التالي جورجيا ثم كوريا وبعد ذلك الأرجنتين. بعد هذه الوفود الثلاثة سوف نعطي الكلمة لوفد اللجنة الدولية الصليب الأحمر التي سوف تقدم عرضا مقتضبا لمفهوم المعرفة أو المعرف knowledge.
وبعد ذلك سوف نختتم اجتماعنا في الساعة الثالثة. الكلمة للمسلمين. First of all, I would like to thank the ATT secretariat. أود أن أشكر أمانة المعاهدة على هذه الفرصة لحضور هذا الاجتماع التحضيري، كما أود أن أشكركم سيدي الميسر على إعطائي الكلمة. إن الهدف الأساسي من بياني وفي عملية صنع القرار ليس الترخيص بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت هناك معرفة أن الأسلحة ستستخدم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لاتفاقات جنيف لعام 1949 أو اعتداءات على الأهداف المدنية أو أي جرائم حرب أخرى كما تم تعريف ذلك في الاتفاقات الدولية، وحيث أن جورجيا طرف فيها، والأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك المعلومات المقدمة من قبل الدول المصدرة تماشيا مع المادة 8.1. تقييم إمكانات المعاهدة ستسهم في أو أن تؤثر على أن والاستقرار أو لارتكاب جرائم جسيمة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان أو قيام باعتداءات بموجب بروتوكولات واتفاقات الدولية الخاصة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود، وحيث أن جورجيا طرف فيها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لجورجيا. الكلمة لكوريا. شكرا سيدي سفير. أود أن أتقدم بامتناني الجزيل لسفير وأمانة معاهدة على إخلاصهم في تنظيم هذا الاجتماع. إن جمهورية كوريا تقدر الجهود المستمرة الميسر لكي يعكس آراء الدول الأطراف والمجتمع المدني، والتي عرضت خلال الاجتماع السابق على صعيد عناصر الدليل الطوعي، وذلك لتنفيذ المادتين 6 و7 من المعاهدة. نعتقد أن هذا الدليل سيشمل ويمثل مرجعا للدول الأطراف عند إجراء تقييم للمخاطر قبل ترخيص بصادرات وتفسير المادتين 6 و7. أما بالنسبة للواجبات بموجب المادة 6، فإن جمهورية كوريا قد وضعت نظاما لنظام امتثالها من خلال ضم الواجبات في إطار التدابير المعتمدة من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة، ولا سيما الحظر على الأسلحة في القوانين والتشريعات الوطنية. فالقوانين والتشريعات التي تحكم نظم تصدير الأسلحة كقانون التجارة الخارجية تشمل الواجبات بموجب الاتفاقات الدولية، وحيث أن جمهورية كوريا طرف فيها، وبالتالي فإن سلطات المقدمة الترخيص ستقيم ما إذا كانت هناك أعمال تنتهك هذه الواجبات تماشيا مع القوانين واللوائح ذات الصلة قبل اتخاذ قرار للترخيص بالتصدير، ولا تسمح بالتصدير إذا رؤى أن هناك انتهاك لأي من الواجبات. شكرا. شكرا جزيلا لكوريا. الكلمة للأرجنتين. شكرا سيدي الميسر. هذه المرة الأولى التي نتناول فيها الكلمة، وبالتالي نود أن نشكركم على قيادتكم وعلى العمل الذي تنجزونه في إطار فريق العمل هذا. يمكن أن تعتمدوا على دعمنا الكامل. نود أن نهنئ السفير جبان رئيس مؤتمر الثامن دول الأطراف، وكذلك الأمانة التي أعدت هذه الاجتماعات التحضيرية. نود أن نشكر أيضا الأمانة والمنسقين في فريق الرعاية لأنه أعطونا الإمكانية وأعطوني أنا شخصيا الإمكانية أن أكون حاضرا بشكل شخصي في جنيف لأن أسهم في أهداف المعاهدة. سيد الميسر، أن وفد بلادي يدعم القائمة المنقحة للعناصر
والأذكار الأساسية الخاصة بالفصل الأول من الدليل الطوعي، وهذا هي تسمح بتفسير المعاهدة بشكل صحيح. ونحن نضم صوتنا إلى ما قاله زملاؤنا من دول أطراف أخرى، وحيث أننا نحدد القانون الدولي الذي ينطبق، وهذا القانون ينطبق على الدول التي لها قوانين وطنية مماثلة، فلا يمكن لأي دولة أن تكون ملزمة باتفاقية دولة لا تكون طرفا فيها. ونشاطر ما قاله الآخرون أيضا من حيث أنه ينبغي أن نضم في تشريعاتنا معايير تكون متطابقة مع قانون الدولي الإنساني. لدي بيان عام سأولي به بالنسبة للمادة 7.4، وهذا بيان يشير إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي وما له علاقة بالآليات المتوفرة لدى دول الأطراف لتقييم تداعيات هذا العنف القائم على النوع الاجتماعي. والأرجنتين سوف تقدم مقترحا وزميلي من أنمات وكالة وطنية سيتعاون معي في إطار هذه المسألة. ولكن قبل ذلك أود أن أسأل من الأمانة أن تستخدم الميكروفون حتى تدلي برأيها. شكرا على إعطائي الكلمة. أود أن أشكر الأمانة أيضا من جانبي وإعطاء إمكانية المشاركة في هذا الاجتماع المهم بالأخص بالنسبة لنا. أود أن أؤكد على العلاقة الموجودة بين استخدام الأسلحة الخفيفة والصغيرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فهذه علاقة لا بد من تحديدها بوضوح، مما يسمح لنا باتخاذ تدابير وقائية لتقليص العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها. ونقترح أن يتم إعداد أو إجراء تحقيق وجمع تجارب الوطنية التي ستثري مناقشاتنا، فهذه المعلومات التي يتم تحصيلها ستكون مفيدة لمواصلة العمل على صعيد هذا الموضوع. وسيكون مفيدا لتقييم المخاطر، ويمكن استخدام النتائج من قبل دول الأطراف في أنشطتها على صعيد تقييم المخاطر. ونحن مستعدون لمشاطرة معلوماتنا مع الوفود الأخرى التي ستهتم بهذا الموضوع والذي نعمل في إطاره في الأرجنتين. شكرا. شكرا للأرجنتين. الكلمة للجنة الدولية للصليب الأحمر للاستماع إلى عرض حول المعرفة والمصطلحات المرتبطة بذلك، ثم الكلمة للصين وبنما وكنترول أرمز. الكلمة للجنة الدولية للصليب الأحمر بالنسبة للمادة 6.3. شكرا سيدي السفير، سيداتي سادتي أصحاب السعادة.
شكرا على دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم بعض الملاحظات في سياق الفريق العامل الفرع المعني بالمادة 6-3 والتركيز على المعرفة والمصطلحات الأخرى ذات الصلة وكيف يتم تفسيرها في القانون الدولي. المادتان 6 و7 كما نود أن نقول دائما تكمن في صلب المعاهدة وتنفيذ الفعل هذه المواد مسألة حاسمة لتحقيق الأهداف الإنسانية للمعاهدة. ومن بين الأهداف الأساسية المعاهدة المنعكسة في المادة 6-3 هي المساهمة في الحيلولة دون وقوع جرائم حقيقية من خلال منع تسليم الأسلحة التي سترتكب مثل هذه الجرائم. وفي تاريخ صياغة المعاهدة تم تقديم معادلات مختلفة لمعرفة ما هي الحدود القصوى الخاصة بنقل الأسلحة وتدفق نقل الأسلحة من الأسلحة والواجبات الموجودة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك على صعيد معايير جوس كوجنس والقانون الدولي العرفي وتطوير ذلك وصياغة أو تم الحفاظ عليه هو ما يلي الشريحة التالية رجاء وأنتم ملمون كل الإلمام بذلك. بعبارات عامة المادة 6-3 تشتمل على بعض المظاهر الغامضة من الناحية القانونية والسؤال الأساسي الذي نعرفه جميعا متعلق بتفسير مستوى المعرفة اللازمة لكي يمكن لدولة طرف أن تحضر ترخيص النقل. ثم هناك مسائل متبقية حول تطبيقات العملية للأحكام الشريحة التالية. وكي نستكشف هذه الأسئلة وبالنظر إلى الوقت المحدود المتوفر لدي أود أن أنتقي بعض مظاهر الجرائم المدرجة في قائمة. ما هي الأعمال التي تمثل الإباجة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؟ وهذا يشير إلى نوع المعلومات المهمة للدول الأطراف كي تعرفها معرفة حقا. وأريد أن أتطرق بإيجاز إلى العناية الواجبة وواجبات الخاصة بالعناية الواجبة للحلول دون وقوع هذه الجرائم وفي ضوء كل ذلك نظرة إلى معايير المعارف والأدلة الملائمة في رأينا بالنسبة للمادة 6-3 الشريحة التالية رجاء. الشريحة التالية رجاء. إذن كما قلت الهدف من المادة 6-3 الحيلولة دون ارتكاب بعض أخطر جرائم الدولية بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. والإبادة الجماعية تم الإقرار بها منذ فترة طويلة بأنها جريمة دولية ومحظورة في اتفاقية الإبادة الجماعية لمكافحة الإبادة الجماعية. والمادة الثانية من تلك المعاهدة تشير إلى ما هو وارد على الشاشة أي نكون على ومن هو غير ملم بهذا الجانب من القانون. الإبادة الجماعية هي الأعمال التي ترتكب بهدف مقصود لتدمير بعض أنواع المجموعات الوطنية والعرقية أو الدينية. وأعمال الإبادة الجماعية تأخذ أشكالا مختلفة. بالنسبة لتطبيق المادة 6-3 من المعاهدة فليس مهما ما إذا كانت الدولة طرفا في معاهدة المكافحة الإبادة الجماعية لأنها محظورة في القانون الدولي العرفي. ومن الجدير بالذكر بأن الإبادة الجماعية يمكن ارتكابها في علاقتها بنزاع مسلح أو غير مرتبط بنزاع مسلح. وبالتالي بالنسبة لما ينبغي لدول الأطراف أن تعرفها على صعيد تطبيق المادة 6-3 من المعاهدة، أولا لابد أن تكون لديها معرفة كيف ستتصرف الدول المستفيدة من الأسلحة وكيف ستستخدم الأسلحة التي يتم تصديرها. أما بالنسبة للجزء الآخر بالنظر إلى قائمة الأعمال الخاصة بالإبادة الجماعية نرى أن بعض الأعمال لا تقتضي تصريف الأسلحة، مثلا الأسلحة الخفيفة يمكن استخدامها لتهديد الآباء والأطفال
عند ارتكاب الإباء الجامعية وذلك على صعيد النقل القسري للأطفال. أما بالنسبة للمعرفة حول أن المستفيد سيتصرف، فدول أطراف المعاهدة لابد أن تمتنع من نقل الأسلحة التي ستستخدم في ارتكاب الإباء الجماعية بغض النظر عما إذا كانت دول الأطراف المرتكبة للجرائم أو الأفراد تعمل لصالح دولة أو بمفردها. إذن هناك بعض الظلال القانونية المعقدة سأمر مرور الكرام بها، فدول الأطراف لابد أن تتدارس السياسات الخاصة بسلطات المتسلمة الأسلحة ونمط تصرف السلطات، وفي بعض الحالات يمكن إشارة إلى ارتكاب إباء جماعية، ولا بد من تدارس ما إذا كان الأفراد وإذا كان هناك خطر من الأفراد لهم النية في ارتكاب الإباء جماعية. لو كان هناك جواب إيجابي لهذه الأسئلة ينبغي السماح بنقل الأسلحة. الشريحة التالية رجاء. على غرار الإبادة الجماعية، فجرائم ضد الإنسانية يمكن ارتكابها في أوقات من السلم النسبي وفي أوضاع من النزاع المسلح، ولكن ليس هناك اتفاقية عالمية بالنسبة لهذه الجرائم. وبالتالي فلجنة القانون الدولي أعدت مسودات للمواد حول عقوبات لجرائم ضد الإنسانية. المادة الثانية تقدم تعريفا، نجد ذلك التعريف معروضا على الشاشة. فهذا يؤدي هذه المادة السابعة من نصوص قانون أو قوانين محكمة الجنائية الدولية. وبالنسبة لدول الأطراف المعاهدة لابد أن تتأكد عند تطبيق المادة 6.3 من أن الأعمال قد ترتكب ضد أي مجموعات سكانية ولا تكون مقتصرة على مجموعات سواء كانوا ذلك من المواطنين للدولة أو أجانب، ولكن ليس هناك مقتضيات معرفة النية، ولكن هناك مقتضيات متعلقة بالهجمات الواسعة النطاق والمنتظمة، وهذا يستبعد أساساً الأعمال المنعزلة للعنف، وهناك لابد أن تكون ذاك مرتبطة بمنظمة أو دولة. فما هو مهم بالأخص للدول الأطراف عند تطبيق المادة 6.3 هو معرفة ما إذا كان هناك تعدد للضحايا ربما في مواقع مختلفة، وأن هناك أدلة لوجود نمط أو منهجية أو خطة منهجية وأعمال للماضي قدما بسياسة محددة وتكرار منهجية العمل. فوجود أدلة عن سياسة يمكن الإعراب عنها في بيان، ويمكن استنتاجها من أعمال مرتكبة وغير مرتكبة. لو فشل الدولة في محاكمة أو العمل، فمعنى ذلك أن هذه الأعمال كانت منظمة. الشريحة التالية رجاء. سأتعامل مع جرائم الحرب إيجاز بما أننا استكشفنا هذا الموضوع مؤخرا، وفي علاقة هذا الموضوع بالمادة السابعة. الخروقات الجسيمة لاتفاقية جنيف الأربعة كلها مدرجة في المواد 50, 51, 130, 147 من فقية جنيف، وما هو معروض هنا النص من المادة 130 لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالتعامل مع سجناء الحرب. وبهذا الصدد ما هو مهم معرفته لصالح الدول الأطراف بالأخص هو ما إذا كانت الضحية شخصا محميا بموجب إحدى هذه الاتفاقيات أو ملكية محمية بموجب إحدى هذه الاتفاقيات. خروقات جسيمة هي جرائم الحرب، وهذه يمكن أن ترتكب فقط في النزاعات المسلحة الدولية أو أوضاع من الاحتلال. وبالتالي هناك سؤال آخر لابد أن تعرف دول أطراف الجواب عليها، ما إذا كانت الدول المستفيدة طرفا في الاتفاقية. وهنا أدعوكم لأن تستشيروا تعليقات لجنة الدولية صليب الأحمر
وآخرها منذ عام 2020 والخاصة باتفاقيات جنيف. المادة 6.3 تشير إلى الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية والمدنيين المحميين، فهذه جرائم حرب في نزاعات مسلحة دولية وغير الدولية. ونقدم رأي اللجنة الدولية الصليب الأحمر أنه بناء على الملابسات فإن الهجمات العشوائية وغير النسبية قد توصف بأنها هجمات ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين. ثم هناك جرائم حرب أخرى، ونرى أن النطاق يعتمد على المعاهدات التي تعد الدولة المصدرة أو ناقل الأسلحة طرفا فيها، ولا بد من الحيلولة دون وقوع كافة أنواع جرائم الحرب التي ترتكب بشكل نمطي بفضل الأسلحة. فاللجنة توصي أن تطبق دول أطراف المادة 6.3 في إطار نطاق واسع من جرائم الحرب، سواء على صعيد النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وبهذا صدد أدعوكم لأن تستشيروا مناقشات اللجنة الدولية صليب الأحمر وفي إطار القانون العرفي الدولي، وبالإشارة إلى القاعدة 156. الشريحة التالية رجاء. عند تنفيذ المادة 6.3 فالدول الناقلة الأسلحة لابد أن تتذكر واجباتها بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن كونها طرفا في المعاهدة. وهناك عدد من الدول الأطراف ذكرت ذلك اليوم، ولا سيما واجباتها في ظل العناية الواجبة للحيلولة دون وقوع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وطبعا هذا موضوع مشوق ومعقد، سأسلط الضوء على جانبين فقط من هذه المواضيع. الشريعة التالية رجاء. فيما يتعلق بالعناية الواجبة وواجبات الدولة في هذا المجال للحيلولة دون وقوع الإبادة الجماعية، من المهم أن ننظر في محكمة العدل الدولية وحكمها في عام 2007 بالنسبة لتطبيق الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية، وحيث أن المحكمة أشارت إلى أن الدولة قد تكون قد انتهكت واجباتها للحماية، وإن لم تكن لديها يقينا في ذلك الوقت حينما كان ينبغي أن تعمل وإن لم تعمل، فكان هناك وشك لارتكاب الإبادة الجماعية. ويكفي أن الدولة كانت على علم، أو أنه كان عليها أن تكون عادة على علم بالخطر الجسيم. والمحكمة العدل الدولية فسرت بأن الواجب هو واجب للعمل بغض النظر ما إذا كان هذا العمل سيؤدي إلى النجاح أم لا، وهذا يعني أن الدولة التي فشلت بوضوح في أن تبذل قصارى جهودها وفي ظل صلاحياتها قد فشلت في تحقيق ذلك المعيار. ثم وبما أن هناك دول أطراف قد ذكرت ذلك في مناقشات اليوم، هناك واجب في ظل القانون الدولي الإنساني لاحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي في كافة الظروف، بما في ذلك في القرارات المعنية بنقل الأسلحة. وهذا الواجب يشمل في رأي اللجنة الدولية الصليب الأحمر واجبات العناية الواجبة لأداء كل ما هو معقول في قدرة الدولة لمنع انتهاكات قانون الدولي الإنساني حينما هناك مخاطر أنها سترتكب. الشريحة التالية رجاء. إذن في ظل هذه الاعتبارات دعونا ننتقل إلى مسألة المعرفة الواردة في المادة 6.3. ما هي معايير المعرفة التي ينبغي تطبيقها؟ الشريحة التالية رجاء. أن التفسير التقييدي هو أنه لابد أن تكون هناك معرفة علية لارتكاب المستقبل جرائم، وأن امتثال الدول للمادة 6.3 ستقاس وفقا لما كانت تعرفه موضوعيا. هناك تفسير آخر هو أنه يكفي أن تكون هناك معرفة بناءة من أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب قائمة الجرائم، وأن امتثال دول الأطراف ستقاس وفقا لما كانت تعرفه الدول الأطراف
موضوعيا أو ما كان ينبغي لدول الأطراف أن تعرفها، قد تكون هناك بعض الفروقات العملية. فالمعرفة الفعلية قد تستنتج من الملابسات، واللجنة الدولية الصليبة رح توصي بأن يتم تفسير هذا المصطلح موضوعيا لمعرفة ما يتوقع من الدولة الطرف أن تعرفه أو ما لديها من معلومات أو ما هو متوفر لها بشكل معقول معلومات. وهذا موقف منعكس أيضا في العناصر المنقحة للدليل الطوعي، واللجنة الدولية تؤيد الرأي المعبر عنه في هذه العناصر من أن ذلك يشمل البحث عن معلومات محددة عادة ما تكون متوفرة. إذن بالنسبة لمصادر المعلومات، فمن المهم أن نعرف أنه لابد من التأكيد على المعلومات المخابراتية حول التصرف المحتمل في المستقبل للطرف المستفيد، ووجود أدلة يقينية غير لازمة بهذا الصدد. فمصادر المعلومات الواردة في القسمين أقسام C و D و G من الوثائق المرجعية التي ينبغي تدارسها من قبل دول الأطراف عند تقييم المخاطر بموجب المادة 67، هذه مفيدة. ولأن تطبيق المادة 63 يطالب بتقييم للأحداث المقبلة التي ينبغي الحيلولة دون وقوعها، فهذا يشمل تقييما للمخاطر، ولكن هذا التقييم لا ينبغي أن يكون مرتبطا بتقييم المخاطر الإلزامي بموجب المادة 7. فخطر ارتكاب جريمة دولية مع نقل أسلحة أمر لا يمكن تخفيفه بالتدابير الواردة في المادة 72. إذن المادة 63 تشير لحظر لنقل أسلحة. طبعا من الأسئلة العملية المطروحة، عند أي مرحلة ينبغي تحريم نقل الأسلحة؟ والدول الأطراف قدمت معايير أو طبقت معايير مختلفة، مثلا وجود إمكانية معقولة أو إمكانية جدية أو مخاطر مرتقبة. وفي ضوء رأي لجنة الدولية الصليبة الرحمة، لابد دول الأطراف أن تحرم نقل الأسلحة بموجب مادة 63 إذا كانت لديها مبررات موضوعية وبناء على معلومات متوفرة لديها بشكل معقول أن هذه البنود أو الأسلحة ستستخدم لارتكاب إحدى الجرائم المدرجة في القائمة. إذن هذه المباراة تقتضي أكثر من مجرد احتمالية أو إمكانية. أما اليقين عن ارتكاب المستقبل الجريمة فهذا غير اللازم، والمادة 63 تشتمل على كلمة would وليس will. وبالإشارة إلى وقت الترخيص كما ورد في المادة 63، وعندما نقرأ ذلك بالتزامن مع الواجبات حول التنفيذ العام بموجب المادة 52 و55 من المعاهدة، فنظم التحكم الوطنية لابد أن تسمح بتقييم هذا الخطر، أي خطر ارتكاب جرائم جسيمة بالأسلحة المقترحة نقلها. ونشير إلى السلطات القضائية للدول، إذا لابد الدول أن تكون لديها الأساس القانون والإجراءات الموضوع التي تمكنها من حنح أو منع مثل هذا النقل. ونحن نرى في ظل خلفية أهداف المعاهدة وواجبات العناية الواجبة لدول الأطراف بموجب القانون الدولي، أنه حينما تدرك الدولة الطرف أو هذا الخطر، فهناك واجب لا ينتهي عند تصدير الترخيص النقل أو العبور. إذن على سبيل التلخيص الشريحة التالية، رجاء، المادة 63 تشير إلى حظر ولا تسمح بأي استثناءات، وتفسر في ضوء واجبات العناية الواجبة للأطراف بموجب القانون الدولي للحيلولة دون وقوعه من أخطر الجرائم الدولية ما هو متوقع من دولة
العناية الواجبة تعتمد على الملابسات، ودول الأطراف لها تصرف ومرونة فيما هي التدابير التي ستعتمدها، لكن هذه التدابير لابد أن تكون فعالة وأن تستعرض بشكل مستمر، وأن تكون فعالة لابد أن تعزز عمليا. فالكثير سيعتمد على نظم التحكم الوطنية لكل الأطراف المعنية بالنقل. وبما أن تطبيق المادة 6-3 عمليا قد يكون مثيرا للتحدي أحيانا، فإن اللجنة الدولية الصليبية الأحمر ترى بأن المشاورات فيما بين دول الأطراف وتبادل المعلومات والتطبيقات العملية، كل ذلك سيعزز التدابير الوقائية ولتنفيذ المادة 6-3 من المعاهدة. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم. أشكر السيدة ممثلة ومندوبة الصليب الأحمر التي قامت بطرح الأسئلة وتقديم التفسيرات بشأن الأسئلة التي بادرت إلينا. هناك 3 طلبات للكلمة، وأطلب مما الاقتضاء بكي لا نضيع وقت الدورة القادمة. الدورة القادمة الكلمة للصين. شكرا معالي السفير، سأتوقع الإجاز. هذه هي المرة الأولى التي أتناول فيها الكلمة في فريق العمل هذا. أود بداية أن أشكر معالي السفير والأمانة على العمل الرائع الذي قمت به إعدادا لهذا الاجتماع، وأود أن أعرب عن شكر لزميلة من اللجنة الدولية الصليب الأحمر لما قدمته من عرض، ويسرني أن أرى الكثير من الزملاء قد أجروا المناقشات العملية والشاملة حول هذه القضايا. نحن نؤمن أن هذا النوع من المناقشات من شأنها أن تيسر النقاش اللاحق، ومن شأنها أن تساعد على الإنفاذ الفعال لمواد المعاهدة. نحن سوف نتفاعل مع المندوبين في النقاش. أود أن أتقدم ببيانين أو بنقطتين. بداية فيما يتعلق بالمناقشات حول التطبيقات القانونية للمعاهدة، نحن نرى أنه يتعين علينا تفادي إعادة تفسير المفاهيم القانونية الرئيسية، وأن نبقي على المفاهيم داخل النطاق المعاهدة كي نبقي ونصون سلطة المعاهدة. ثانيا، الصين تؤيد ممارسات الإنفاذ الوطنية لأحكام المواد المعاهدة. شكرا. شكرا. الكلمة لبنما. شكرا سيدي الميسر. بداية أن أعرب لكم عن شكري للعمل الذي قمت به في إطار هذا الفريق. كما نشكر الأمانة على دعمها، ونود أن أيضا نعرب شكرنا للجنة الدولية لعرضها ومساهمت به. سأتوخى الإيجاز. بداية أود أن أستنتبه إلى أنه حالي كسويسرا وإيرلندا، نحن أيضا لدينا تحفظات في بالنسبة لأية محاولة لإعادة تعريف المفاهيم الرئيسة، ونؤيد الملاحظة التي قدمتها المكسيك حول ضرورة إعطاء الأولوية للخطر المتأتي عن استخدام الأسلحة والذخيرة. وننظر بعناية العمل الذي قامت به الأرجنتين بالنسبة للاعتبارات الجنسانية، سوف تكون مساهمة كبيرة لأعمالنا في إطار هذا الفريق. بعد النظر في الوثيقة التي قمتم بتحديثها حول العناصر المتعلقة بالدليل الطوعي، نعتبر أنه بالنسبة للفقرة 16 يجب أن نضيف الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، كما أشارت إلى ذلك السيدة مندوبة فلسطين، إذ أننا قد لاحظنا في السنوات القليلة الماضية زادت جرائم الكراهية لأسباب عنصرية وعرقية والعنف المتصل بها.
ونعتبر من المهمة أيضا أن نضيف اتفاقية الدولة المتعلقة بحماية كل الأشخاص ضد الاختفاء القسري، وهذه الإضافة لها صلة بالنظر إلى ما ورد في الفقرة 17 بالنسبة لمعايير القانون العرفي واعتبارات الاختفاءات القسرية. بالنسبة للمادة 16 نلاحظ أن هناك إشارة إلى المعاهدة الإتجار بالأفراد ومنع الإتجار بالبشر. يبدو لي من الضرورية هنا أن نضيف بروتوكول باليرمو، وهو البروتوكول لمنع والوقاية من الإتجار بالأفراد وتحديدا النساء والأطفال، والتي تكمل معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة الدولية العابرة للحدود. أما بالنسبة للإشارة إلى العنف ضد النساء، أعتبر أنه من الضرورية هنا أن نضيف الإعلان خطة عمل بيجينغ والتي تشير إلى العنف ضد المرأة وأثر تجارة الأسلحة. وفي الفقرة 28 التي تشير إلى العنف ضد الأطفال، نود الانتباه إلى هناك أشارة إلى معاهدة حماية حقوق الطفل. نعتبر هنا مرة أخرى علينا نضيف البروتوكول الاختياري الذي يتعلق بالإتجار بالأطفال واستخدام الطفل في البغاء، لأنها من الاستخدام الأكثر قسوة للأطفال. الأطفال كثيرا ما يقصرون على العمل هذا النوع من الأفعال، ولهذا الأمر علاقته بالإتجار بالأسلحة. هذه ملاحظات أولية، وقد نضيف ملاحظات أخرى لاحقا. أشكر وفد بنما، والكلمة الآن لكنترول أرمز. شكرا سيدي الميسر. كنت أود فقط أن أتقدم بملاحظة قصيرة حول كيفية تفسير الملاحظات غير المحددة في الفصل الأول من الدليل التوعي. إحدى الإمكانيات هي الدعوة لعقد اجتماعات صغيرة لأصحاب المصلحة الذي بإمكانهم أن يرفعوا تفسيرات وتوصيات. نحن مستعدون للنظر في أفكار في وقت لاحق وبالتفصيل، إما شخصين أو نصين. نشكركم على الدعم المقدم. بهذا نكون قد انتهينا من جلسة اليوم. أعتقد أن العمل كان شاملاً وكاملاً حول المفاهيم التي تهمنا. بات من الواضح الآن أننا قد أقمنا علاقة بين الصكوك القانونية والاتفاقات والمعاهدات، ولكن الأمر سيكون فقط كمرجع للدول، وهي حرة لتحديد أو العودة إليها في تشريعاتها الوطنية والقوانين المعمولة بها داخلياً بالعودة إلى هذه الأحكام، وأن الإشارة إلى أي معاهدة ليس إلزاماً على أي دولة، وعلى أي حال بإمكانها أن تستوحى في تطبيقاتها الوطنية من المفاهيم الواردة في هذه الاتفاقات والمعاهدات. وهذا التوضيح سيرد في دليلنا بوضوح وجلاء بالنسبة لالتزامات الدول الأطراف. بالنسبة لما يتعلق بالدراسات ومساهمات المنظمات غير الحكومية، أود أن أشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استمرار دعمها لأعمالنا ومساهماتها البناءة والمفيدة لأعمالنا، والتي تساعدنا على وضع الدليل. قبل أن أختتم، أود أن أعتبر أعتذر لزميلي الذي سترأس الجزء التالي، إذ أنني قد سلبته 10 دقائق من الوقت المخصص له، وشكرا. وبهذا نكون انتهينا من هذا المقطع من اجتماعاتنا.
Okay, let me just if I can call the meeting to order. أدعو الاجتماع للالتقاء. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من أعمال بعد ظهر اليوم والمادة التاسعة أي مجموعة العمل الفرعية المعنية بالمادة التاسعة العبور والنقل. السيد يورو سيدير الاجتماع. Thank you, Demisani, and good afternoon. شكرا يا ديميساني، طاب مساءكم. تأخرنا قليلا في العمل ولكن سوف نرى إن كان بإمكاننا نحرز بعض التقدم. ما سوف أفعله هو أنني سأقدم لكم عرضا بما قمنا به حتى الآن بالنسبة لخطة العمل متعددة السنوات، أي ما سنقوم بها اليوم وغدا. وتحديدا أيضا موضوع لأعمالنا القادمة الذي يتعين علينا أن ننظر فيه. سوف أقدم هذا العرض وبعد ذلك أعطي الكلمة لدكتور إنيك الذي أنتم على علم به من جلساتنا السابقة. سوف يقدم لنا عرض، بعد ذلك نجري نقاشا تفاعليا. هل لكم أن تقوموا بعرض الشرائح من رجاء؟ لا، الشريحة التالية. إن تسألتم ما نقوم به الآن، نحن مجموعة العمل الفرعية النقل. فريق العمل هذا تم إنشائه في ديسمبر 2019، والمواضيع المدركة في خطة العمل تم اعتمادها في مارس أذار 2021، وكان التشديد على تبادل الممارسات الوطنية. هناك بضعة مواضيع ركزنا عليها. الموضوع الأول في تحليلنا نقص للنهج الوطنية لمصطلح الشحن وإعادة الشحن، وحاولنا أن نفسر وذلك داخل نظم الرقابة الوطنية، ونظرنا في أحكام الوطني وعبارات مثل في نطاق تحت ولاياتها أو على أراضيها وبموجب القانون الدولي. وقد أجرينا مناقشة حول هذا الموضوع واختلفت الآراء حول هذا الموضوع، وخاصة أن بعض الدول الأطراف رأت أنه لا يجب علينا أن نعيد تفسير القانون الدولي، وهذه الملاحظة التي أخذنا بها. نحن هنا بل جئنا لتطوير دليل طوعي بالنسبة لأحكام هذه المادة. المادة الثالثة نظرنا في تنظيم عبور والشحن وإعادة الشحن براً، ونظرنا في إعادة الشحن براً والسكك الحديدية، وقد نظرنا في الأنظمة والإجراءات التنظيمية وقضايا مناطق التجارة، وقمنا بشيء مماثل بالنسبة للنقل أو إعادة الشحن، ونظرنا في الإجراءات الوطنية وما هي الإدارات الحكومية والكيانات والهياكل المعنية. والمواضيع الإضافية المطروحة هي ذلك الموضوع الذي سوف نتناوله، الإجراءات لتنظيم
الشحن وإعادة الشحن بحراً. ومرة أخرى نظرنا في الإدارات الحكومية والوكالات المعنية وما هي السكوك الوطنية والدولية وما تقول حول هذا الموضوع. غدا سوف ننظر في دور القطاع الخاص وقلة منا هم من الخبراء في هذا المجال لأن أغلبنا ننتمي لإدارات حكومية أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية. ولذا سوف نستمع إلى عرض ابتدائي حول هذا الموضوع وبعد ذلك نجري نقاشا تفاعليا. هناك أمر أشار إليه بعض منكم سابقا وهو آخر موضوع في خطة العمل وهو العلاقة بين المادة التاسعة حول المرور العابر وإعادة الشحن والمادتين السادسة والسابعة والتين تناولهما معالي سفير سانشيز في الجلسة. المادة 11 التحويل والمادة 12 السجلات. إن دراساتنا لخطة العمل متعددة السنوات الاعتبارات الرئيسة كانت النظر هل خصصنا الوقت الكافي لكل الموضوع، هل سهى علينا بعض الاعتبارات، وبعد ذلك وأعتقد غيري من المؤثرين قد شددوا على هذا الأمر، نحن نعتمد كثيرا على مساهماتكم النصية. أعلم أن الكثير من الملاحظات التي تم إبداؤها في جلسة السفير سانشيز تناولت العروض والمساهمات النصية وقالت أنها غير كافية، وفي الواقع أنا أحسده لأنه قلت لك مساهمات أكثر مني، وبدون هذه المساهمات النصية ليس بإمكانها أن نعد طليل طوعية بكل بساطة. ولذا فأنا أحثكم على التفكير في كافة المواضيع ليس فقط موضوع اليوم بل المواضيع الأخرى، وأن تقدموا لنا شيئا نصيا أو نصا ما. أقدر ذلك كل التقدير وأعطي الكلمة الآن للدكتور إرنيك. كان بالإمكان الأمانة أن تعد عرضه لنا. شكرا. شكرا. أشكركم لإتاحتي فرصة تناول هذا الموضوع. لن يكون فني، وبعد المقدمة سوف أقدمكم عرضا عاما بشأن نقل الأسلحة بحرا من منظور القانون الخاص وبعد ذلك القيود بشأن الشحن العابر. وفي النظرة العامة هل ترون هذه الشريحة؟ العرض العام إذن نرى أن هناك عدة مواضيع يتعين تناولها، هناك النقل بما في ذلك الشحن والإفراج، وأيضا هناك قواعد هيج فيسبي. ولم تنطبق قواعد هيج فيسبي ينطبق القانون الوطني، وهذا أيضا ينسري أيضا على بروتوكولات تسري بروتوكولات الأسلحة النارية وإتفاق فاسنار فيما يتعلق بالتخزين والسلامة. هذا موضوع تتناوله ملاحظات هيج فيسبي وأيضا ما يتعلق بالسلامة في البحر واتفاقية سولاس. المواد الخطرة قد تكون مثارا للبحث وسوف تناولها لاحقا، ولكنها ليس موضوعا كبيرا في المادة التاسعة. لدينا قواعد السلوك للنقل البحري للسلع الخطر، وهناك أيضا النقل ومعاهدة قانون البحار
والتي والذي أشار إليها الأستاذ باتريك. وأخيرا وموضوع حساس آخر أشير ذلك في الشريحة وإن كنتم لا ترونها، اتفاقات الإقليمية وقواعد الاتحاد الأوروبية للجمارك. قبل أن أتناول موضوع إعادة الشحن أود أن أشدد على أهمية إعادة الشحن في المادة التاسعة، بسبب ما ترونه في مرفأ روتردام وهو كبير. هناك الكثير من العمليات التي تتم والكثير من الشبكات في الأراضي الخلفية، والتي تتساءل إن كان بالإمكان التحكم في عملية إعادة الشحن وحدها أم إن كان هناك الأمر محصور في عمليات الشحن والتفريغ. كنت أود أن أسلط الأضواء على معاهدة دولية حول المسؤولية مرافق النقل مشغل المرفأ، هو مسؤول عن التوريد والتخزين، وهنا ترون كم عدد العمليات المترتبة على إعادة الشحن في سياق النقل بحرا. من المنظور التنظيمية كلكم على علم بموقف الاتحاد الأوروبي وأحكامه لعام 1994 التي تشير أن إعادة الشحن تتعلق بالنقل الفعلي للسلع من وسيلة نقل إلى إعادة الشحن على وسيلة نقل أخرى للتصدير. إذن هناك ثغرة هنا، ولكنني أعتبر أن الثغرة لا يجب أن يقلل من شأنها لأنه يترتب عليه الكثير من العديد من الخطط للتخزين ومناطق التخزين، حيث ومرفأ روتردام كبير قد تضيع فيه الأسلحة، وفي الواقع منطقة النقل لا دلالتها للتفريغ. عندما نلقي نظرة على النقل بحرا من وجهة نظر قانون النقل، قواعد هيج فيسبي تسري، فهي قواعد فيسبي بالإضافة إلى بروتوكول لهاي لعام 68 والذي تم تعديل في عام 79 بالنسبة لحدود مسؤولية شركة الشحن. قواعد هامبورغ تنفذ ولكن ليس بمقدار قواعد هيج فيسبي. قواعد هيج فيسبي تسري إن كان الشحن معنية ببوليصة الشحن، مما يتيح للأطفال أطراف استخدام وثائق الشحن الاعتيادية، وفي هذه الحالة لا يوجد نظام دولي سار. كيف تعمل قواعد هيج فيسبي؟ فهي تسري أولا بالنسبة للعلاقة بين الشاحن وشركة النقل، وهذا يشبه ما أشرت إليه سابقا. في سياق نقل الأسلحة من الضروري أن تكون الطرف الناقل أو الشاحن قادر على تقديم كل المعلومات والوثائق وأيضا التراخيص اللازمة، والطرف النقل واجبه أن يراعي التخزين والنقل. الأساس القانوني هو في المادة الثالثة من قواعد هيج فيسبي. قاعدة الثالثة تشير إلى أن على الشاحن أن تكون سفينة
قابلة على الإبحار ومهيئة بالمعدات وأن تكون قادرة على نقل الشحن. السفينة يجب أن تكون قادرة على الإبحار والطاقم يكون مدرب للتعامل مع هذا النوع من السلع، والسفينة يجب أن تكون مهيئة لنقل هذا النوع من السلع، وهذا يعني أن السفينة مهيئة لحمل سلع ثقيلة وحمولة كبيرة، وإذن الطاقم يجب أن يكون مدربا بحيث يكون بمقدوره حمل هذه الحمولة. هذا يسري أيضا إن كان الأمر يتعلق بنقل سلع هامة أو قابلة للانفجار، السفينة يجب أن تكون مهيئة. الطاقم أيضا مسؤول عن الشحن المتأنة ومناولة وتخزين وتفريغ السلع بالعناية الواجبة. ما يعني ذلك في سياق نقل الأسلحة؟ هنا ترون خطة تخزين على متن سفينة. إن كانت السفينة محملة على جانب بالأسلحة الثقيلة، فهذا يعني أن إمكانية الإبحار مهددة. إن كانت هناك ضحايا بحرية نتيجة لسوء التخزين، هذا يعني الأسلحة الخطيرة هذه قد تقع في البحر وقد تقذف على شاطئ ما، ويجب تأمينه كي لا تقع الأسلحة في أيدي غير مشروعة وغير قانونية. بالنسبة للحمولة الضخمة مثل مثلا الدبابات، يجب أن يتم تقييدها بعناية، وهناك مراجع بالنسبة للدبابات التي لم يتم تقييدها بعناية الواجبة وانتهى بها الأمر في قاع البحر. وإن حلفكم الحظ قد ينتهي بها الشحنة على البر وإلا في قاع البحر. بالنسبة لقواعد الحمولة، هناك أحكام في اتفاقية سولس. القضية التالية قد تكون السلع الخطرة. هناك ملحق في اتفاقية السلع المعنية بالسلع الخطرة، ولكنها تسري فقط في سياق الذخيرة، ولكن المادة التاسعة للمعاهدة لا تشير إلى الذخيرة، تشير فقط إلى السلع والأسلحة المعنية بالمادة الثانية. هناك جزء آخر، التحويل من وجهة نظر القانون الخاص، التحويل ليس بالمشكلة، يجوز تحويل الحمولة من مسارها طالما كانت التحويل معقول، أو مثلا لإنقاذ الأرواح في عرض البحر، وهناك تضارب ما هنا، ولكن القواعد التنظيمية تسري. وإضافة إلى ذلك، هناك قاعدة في اتفاقية سولس تتعلق بالحيلولة دون إدخال الأسلحة غير مصرحة لها أو إضافة عليها، أدخلها إلى سفن أو في مرافق قد لا تكون مقبولة في هذا السياق. بالنسبة للوقفات الوسيطة، خاصة إن كانت السفينة حاملة للأسلحة، إن تم إيقافها في سياق اتفاقية التوقيف، فعلينا أن نعتبر أو ننظر إن كانت هناك تصريحات كافية لتفريغ السلع. بالنسبة للقيود على المرور العابر، قد تكون سارية في حالتين، أولا في عرض البحر أثناء الإبحار، وأيضا التصريح بالتفريغ إن كان بإمكان تفريغ السلع في مرفأ المقصد.
أود أن أوجز في هذا الأمر لأن الأستاذ ويسلي قد أشار إلى العبور البريء في إطار اتفاقية قانون البحار. بصفة عامة العبور البريء هو العبور أو الرحلة غير العدائية، أي العبور نفسه هو المعني وليس طبيعة السلع على متن السفينة. على سبيل المثال، إن كان هناك حظر للأسلحة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في هذه الحالة يجب أن تسري هذه الأحكام على أحكام المرور البريء وأيضاً على أحكام المادة السادسة لمعاهدة حظر الأسلحة أو تجارة الأسلحة. وهناك قضية بالنسبة لمرفأ المقصد، هنا قد تقول أن السلع إن لكن غير مصرحة تفريغها، ويجوز لسلطات الجمارك أن تقول سوف نحتفظ بالأسلحة على متن السفينة، وهذا كل ما في الأمر. إذا كان الحظر محظور ولم يتم اعتماد الخطط، أي أن هناك ربما بضاعة تخزن تحت ما هو محظور من السلع، وهذا يعني أنه لا بد من إخراج البضاعة المخزونة. وبالنسبة لهذه الأوضاع لا بد أن تكون هناك قواعد، وبموجب قانون جمارك فسلطات الجمركية مسموح بها بمصادرة البضاعة، أي ضمان أنه لا تفقد بطريقة أو بأخرى، وأن هذا هو وضع حساس لا بد من تدارسه أيضا. شكرا على حسن إصغائكم، هذا ما لدي، أتطلع إلى أسئلتكم، وشكرا على هذه الفرصة للحديث. شكرا. شكرا للدكتور هيرنيك. أريد أن أفتح الباب الآن لطرح الأسئلة أولا على الدكتورة هيرنيك، وإذا كانت هناك تعليقات عامة حول هذا الموضوع، أي المرور العابر وإعادة الشحن بحرا. أرى يد مرفوعة لكنني لا أرى لافتة. الكلمة لكم. نعم، شكرا سيدي الرئيس. أنا سيد باروتي من الدراسات القانونية لإفريقيا، وأريد أن أتقدم مداخلة بصفتي الشخصية كمحام متخصص في الشحن والشؤون البحرية. ليس لدي حلول ولكن لدي توضيحات بالنسبة للعرض. أولى هذه متعلقة بالطاقم المدرب لقطاع الشحن. عادة شركات الشحن الكبيرة تنتقي طاقما أرخص ما يكون في الأسواق، ولو اعتمدنا هذا الرأي من الصعب جدا أن يكون هناك طاقم مدرب يستطيع أن يحترم ويتبع معايير الرقابة في شؤون الأعمال الخاصة بالشحن. هذا هو التوضيح الأول الذي أردت تقديمه. ثانيا، من الصعب جدا أن نجد من النادر أن نرى سفينة تنقل فقط بضائع، أي أسلحة فقط، من ألف إلى باء. ما يحدث في أغلب الأحيان أن السفينة تتوقف عند موانئ مختلفة، والأسلحة يمكن أن تخرج من السفينة أو يتم تفريغ السفينة من هذه البضائع أو الأسلحة. ثالثا،
هناك موانئ عامة، موانئ خاصة، والموانئ المجتمعية المختلطة. إذن هناك موانئ مختلفة أو تجهيزات تعمل بشكل مختلف. عادة العمل يقام من قبل طواقم مختلفة، وكل السفن التي تحمل بضائع لا ينبغي لها أن تصل إلى الميناء كذا إلا في وقت محدد من النهار لأغراض الرقابة. لكن المشكلة تكمن في أنه من الصعب التحكم بالسفن التي تأتي مثلا من الفلبين أو من ماليزيا أو من البلدان النامية والتي تسعى إلى استخدام الموانئ بكلفة رخيصة. ثم هناك سفن تصل إلى الموانئ يوم الأحد وليس هناك من يراقب شيء، ومرافق تكون مغلقة، وبالتالي قد يكون هناك تحويل وجهة الأسلحة، وهذه من الأوضاع الخطيرة. يمكن مطالبة كافة السفن التي تحمل بضائع خطيرة كالأسلحة ألا تصل إلى الموانئ الرسمية إلا خلال الساعات الرسمية. هذا ما أردت أن أقوله على الصعيد الشخصي كباحث في هذا المجال ومتخصص في الشؤون البحرية. شكرا. شكرا. ولهذا من الأهمية بمكان أن تكون هناك لوحة وطنية وتشريعات وطنية قوية بهذا الخصوص، لأن أصحاب السفن الذين يحملون الأسلحة كيف يمكن أن ترسي أساسا؟ هذا السؤال الأول. قبل أن أعطي الكلمة للدكتور هيرنيك حتى تجيب، هل هناك أي وفد آخر يرغب في تناول الكلمة بشأن العرض أو بشأن الموضوع برمته؟ وحيث تفكرون في هذا، الدكتور هيرنيك هل تودين التعقيب؟ شكرا جزيلا على التوضيحات. نعم، بطبيعة حال هذه مشكلة من وجهة النظر القانونية، وبناء على ذلك هناك واجب على صاحب السفينة أن يدرب طاقمه. وأعرف أن الحقيقة تختلف والواقع يختلف، ولكن ربما هذه مسألة ينبغي التطرق إليها من قبل اتفاقية أو منظمة البحرية الدولية واتفاقية البحرية. شكرا. يقول الرئيس، هل من راغب في أخذ الكلمة أم أننا سنتمتع بظهيرة أو بجزء من ظهيرة اليوم؟ فرنسا، الكلمة لكم. أشكركم سيدي الميسر، وأشكر كل الشكر الدكتورة إرنينغ على عرضها الكامل للغاية. سوف أحاول أن أشاطر لأثري ما قيل تجربة فرنسا حول إعادة الشحن والمرور العابر. وقد قيل أن مسألة رقابة أنشطة إعادة الشحن أو المرور العابر بحرا أم مسألة معقدة الغاية، فتنظيم هذه الأنشطة لابد أن يأخذ بعين الاعتبار السكوك الدولية الموجودة أصلا، وبالأخص الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة حول حق البحار. هذا ما تم التذكير به. ومن المهم أيضا للدول أن تأخذ في الاعتبار في خياراتها وإجراءات الوطنية أولوياتها واحتياجاتها. وفرنسا تمارس رقابة على عملية إعادة الشحن والمرور العابر، ولكن لا تخضع كل هذه العمليات على موافقات مسبقة.
فهذا مطلوب للعبور البري من حدود لحدود، وعمليات إعادة الشحن خاضعة على منح مسبق لترخيص للمرور العابر للمواد العسكرية أو مواد الحرب. فالسلطة الجمركية هي التي تمنح مثل هذه التراخيص، والجمارك هي التي تجري رقابة على ما يدخل ويخرج ماديا عبر الحدود. وبهذا الصدد فإن وكلاء الجمارك يقوم برقابة ويتحكمون أو يراقبون بوسائل النقل والأوراق. أما بالنسبة لدور الأطراف في القطاع الخاص على صعيد إعادة الشحن والمرور العابر من الأهمية بمكان وعلى أكثر من صعيد، للأطراف في القطاع الخاص أداء دور هام على صعيد الرقابة والتنظيم، فالأمور تمر بممارسة رقابة معززة على الأشخاص المعنيين بنقل الأسلحة والعمليات المرتبطة بذلك. وفي فرنسا مثلا فإن ترخيص مسبق لازم لممارسة أنشطة لتصنيع، وهذا ما نسميه CSP8 باللغة الفرنسية، وتمنح هذه من قبل وزارة الجيش، وهذه لازمة. فمجمل قطاع الدفاع خاضع لهذه الرقابة. ثم طلبات رخصة للمرعبة يمكن أن يكون لمن يكون وكيلا معتمدا من ناحية التجارة، وهذا يفترض أن يكون هناك تعاونا طيبا مع المشغلين وزيادة وعيهم حول إجراءات النافذة في مجال رقابة تجارة الأسلحة، وتشجيعهم على تطوير تدابير الامتثال. وفي فرنسا عدد من الأنشطة لزيادة الوعي تجرى على صعيد العاملين في القطاع الخاص، ولا سيما من خلال منظمات المؤتمر المنظم كل عام من قبل الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية. فهؤلاء يؤدون دورا على صعيد الوقاية ومكافحة الاتجار غير المشروع بما في ذلك في مرحلة المرور العابر، ويمكن يتعاون مع السلطات الوطنية ولا سيما لإيقاف هذه التدفقات غير المشروع. شكرا جزيلا لكم الميسر. شكرا لممثلة فرنسا الموقرة. أعطي الكلمة الآن لممثل أو ممثلة الأرجنتين. شكرا جزيلا سيدي الميسر. نود بدورنا أن نشكركم شخصيا على ما بذلتم من جهود بالنسبة لإعداد قائمة بالمعايير والممارسات الفضلة في مجال المرور العابر وإعادة الشحن. نعتقد أن هذا يمكن أن يكون مفيدا جدا لإثراء الممارسات الوطنية في بلدان الأطراف المختلفة، مما يحسن من إرضاء الواجبات بموجب معاهدة تجارة الأسلحة. في القرار الثاني في مركوسو لعام 1994 اعتمد اتفاقا لنقل البضائع الخطيرة في منطقة مركوسور، وهذا ينطبق أيضا على النقل الجوي أو النقل البري أو بالبحر أو بالسكك الحديدية. وهذا الاتفاق يسمح بالتعيين أو التعرف على البضائع الخطيرة وما ينقل من بضائع خطيرة، وهذا يفرض تدريبا لازما للسائقين بالأخص. هناك أحكام أخرى تنطبق على نقل هذه البضائع الخطيرة. إذا كنتم مهتمين بهذا الموضوع لدينا إمكانية أن نقدم لكم المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. شكرا الميسر. شكرا. الكلمة الآن لي الأرجنتين. سمعت صوتا يقول الرئيس وأعطي الكلمة لبيرو. شكرا سيدي الميسر، هذه المرة الأولى التي أتناول فيها الكلمة، وتالي أود أن أشكركم على العمل الذي تنجزونه، بالنسبة للمادة التاسعة الخاصة بتحويل الوجهة. بيرو ترى أن هذه مادة ذات صلة وطيدة بالموضوع في إطار المعاهدة، فالمرور العابر وإعادة الشحن
من المراحل الأساسية لرقابة الأسلحة التقليدية والحيلولة دون وقوع تحويل وجهتها، وحتى يكون ذلك ممكنا لابد أن يكون هناك تواصلا حسنا بين البلد المصدر والبلد المستورد، وإن لم تكن يمكن تواصل جيدا فالنقل هذا قد يكون خطيرا ويصعب التحكم به. من جهة أخرى فإننا نقدر بأن تدريب الطاقم المعني بهذه الأنشطة مسألة مهمة، ولا سيما تدريب طواقم السفن، فتدريب جيد أمر لا محال منه. والمعلومات لابد أن تشاطر بين أطراف المعنية المختلفة، والنقل البحري لابد أن ينظم، لا سيما بالنسبة لإعادة الشحن ومرور العابر. بالنسبة لنا هذه مفاهيم رئيسية في سياق المعاهدة ومادتها التاسعة حول تحويل الوجهة. شكرا لبيرو. هل من طلبات أخرى لأخذ الكلمة؟ لا، يبدو أن هذا هو الحال. ليس هناك من هو على الخط وليست هناك طلبات في القاعة. أود أن أدعو الدكتورة جوليا هيرنيك أن تجيب على بعض التعليقات التي تم الإدلاء بها توا. الكلمة لك سيدتي. شكرا سيدي الميسر. نعم طبعا هذا موضوع ذو صلة وطيدة بالموضوع. المشكلة عادة ما لا يكفي مشاطرة المعلومات بين أطراف ثلاث، فنحن ننظر في مجمل النظام وكيف يعمل النظام على صعيد السفن، وهناك أطراف مختلفة معنية في إطار سفينة واحدة حيث يتم تقديم طواقم من البحارة، وهذا يجعل المسألة معقدة إلى حد ما، إذ هناك عقود مبرمة من الباطن وقد تفقد بعض المعلومات. أما بالنسبة التعاون مع المشغلين البحريين فهذه مسألة مهمة جدا لا سيما في الموانئ، ولكن ليس المشغلون بحرا مهمين، بل المشغلون برا لهم دور مهم في مجمل هذه العمليات الخاصة بإعادة الشحن. شكرا جزيلا للدكتورة هيرنيك. لا نرى أحدا يرغب في أخذ الكلمة، وبالتالي أنتقل إلى نهاية هذا الاجتماع، وأود أن أشكر الدكتورة هيرنيك على حضورها لتقديم عرض لنا، عرض ورأي منور لا يكون قد أثار غموضا لدى بعضنا لأنه كان عرضا واضحا هذه المرة. فعرضها السابق المعني بإعادة الشحن برا قد ولد لي بعض الغموض واللبس، وذلك يعزى إلى مواطنة ضعف لدي ولا غير ذلك. إذا كنتم تفكرون في شيء هذا المساء أو هذه الليلة والتي ما زلتم تريدون طرحها في إطار هذا الموضوع، أي المرور العابر وإعادة شحن بحرنا أو أي من المواضيع السابقة، فيرجى ألا تترددوا في أن تقوم بذلك غدا صباحا. جلستنا غدا صباحا كما قلت ستغطي القطاع الخاص، ومن المحتمل أنه سيكون هناك متسع من الوقت كي تتدخلوا في إطار هذه المرحلة. وقبل أن أرفع هذه الجلسة أود أن أسأل الأمانة السيد دوميساني إذا كان لديه أي إعلانات يدلي بها السيد دوميساني. شكرا سيدي، لدي إعلانان أود البدأ بهما. الإعلان الأول بعد الانتهاء من هذه الجلسة، وكما تم إخطار المدوبين بذلك، لدينا حدث على هامش هذه الجلسة التي ستعقد وتنظم من قبل الرئاسة الألمانية
هذه من بين المواضيع الرئيسية على صعيد الرقابة لإعادة الشحن. هذه ورشة عمل افتراضية وكل المندوبين مدعوون للمشاركة في هذه الورشة. أما المعلومات الخاصة بورشة العمل هذه موجودة على موقع الرسمي للمعاهدة في الصفحة ذات الصلة الخاصة بالأحداث على هامش الاجتماعات هذه، وستجدون الوصلة التي تسمح لكم بالنفاذ إلى ورشة العمل. إذن الرئاسة تشجع كل المندوبين للمشاركة في ورشة العمل هذه، فهي مهمة جدا لأنها تخص الرقابة لإعادة الشحن، ومن مواضيع التي تولي رئاسة ألمانيا أهمية لها. ثم هناك ما يتعلق بتحميل البيانات، فالمندوبون الذين يريدون تحميل بياناتهم على موقع رسمي المعاهدة أحرار في ذلك، ويمكن أن يحيلوا هذه البيانات إلى الأمانة، وسوف نحملها على الموقع الرسمي المعاهدة. وآخر معلومة حول التسجيل بالفيديو، جرت العادة أن يكون هناك تسجيلا لهذه الاجتماعات، وهذه ستكون متوفرة اعتبارا من غد وبهذا الترتيب ولغاية نهاية الأسبوع، إلا أنكم ستتمكنون من الاستماع إلى اجتماعات هذا اليوم وجلسات هذا اليوم في حينه باستخدام الفيديوهات التي ستعرض على الموقع الرسمي المعاهدة. شكرا سيدي الميسر، وأعيد الكلمة لكم. شكري للأمانة، إن لم تكن هناك أي وفود أخرى ترغب في تناول الكلمة فإنني أتمنى لكم ظهيرة طيبة ومساء طيبا، ونراكم غدا رفعت هذه الجلسة. لم ترفع على كينيا، زامبيا، آسف. أردت أن ألتمس توضيحا، هل نجتمع غدا صباحا أم ظهيرة غد؟ تجدون ذلك في وثائق الترحيب التي قدمت لكم وفي موقع الرسمي للمعاهدة على الساعة الواحدة. من حسن الحظ ظهيرة غد على الساعة الواحدة، لأنني سمعتكم تقولون صباحا غدا سيدي. شكرا لكم، رفعت هذه الجلسة.